بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين هنكون مع حضراتكم في مباراة النادي الأهلي ضد شبيبة الثورة الجزائري في تاني المباريات الإفريقية في دوري المجموعات. المباراة الأولى زي ما حضراتكم عارفين فاز النادي الأهلي على فيتا كلوب بهدفين مقابل شيء، وأول ثلاث نقاط للنادي الأهلي في دوري المجموعات. إن شاء الله النهاردة تبقى المباراة الثانية ليستطيع النادي الأهلي أن يفوز بها، وأيضا تبقى النقطة رقم 6، أو يستطيع النادي الأهلي أن يصل إلى النقطة رقم 6 إن شاء الله، لأن هنتكلم كتير عن المباراة وهنتكلم عن كتير جدا عن تحليلنا لهذه المباراة، ومع ضيوف إن شاء الله اللي هقول لحضراتكم عليهم مين اللي هيكونوا معايا بعد قليل. دايما المباريات في الجزائر يا جماعه بيبقى ليها وضع خاص وبيبقى ليها شكل خاص. دايما مباريات النادي الاهلي في شمال افريقيا تحديدا بيبقى ليها وضع خاص وشكل خاص. ياما لعبنا مباريات افريقيه في شمال افريقيا، ولكن الجزائر تحديدا بتبقى المباريات بتاعتها اكثر سخونه، اكثر قوه، اكثر اثاره، لان الناس الجزائريين هناك او الجمهور الجزائري بيحب جدا جدا كره القدم وبيروحوا يتفرجوا على مباراه كره القدم بشكل كبير وبكثافه كبيره جدا جدا جدا. المباريات الجزائريه دايما بتبقى فيها، مش عايز اقول مشاكل، لان دايما النادي الاهلي الحقيقه وعلاقته مع الجميع في شمال افريقيا او في افريقيا كلها علاقه جيده جدا جدا، والناس عارفه من هو النادي الاهلي، ولكن الجزائريين او الشعب الجزائري بيبقى متحمس للفرق بتاعته بزياده شويه. فدايما تلاقي ايه، عمري ما انسى واحنا كنا بنلعب احدى الفرق في البطولات الافريقيه، احدى الفرق الجزائريه في البطولات الافريقيه، واحنا رايحين الملعب، رايحين قبل المباراه بثلاث ساعات، وصلنا قبل الاستاد كده بحوالي نص ساعة، قبل الاستاد بنص ساعة، المفروض كنا خلاص داخلين. الماتش كان الساعة 9 بالليل مثلا، احنا داخلين على 7 الا ربع ولا حاجة، دخلنا اوضة اللبس الساعة 8:30 9 الا ربع، ما لحقناش نسخن، كسبنا طبعا المباراة دي، ولكن ما لحقناش نسخن، ما لحقناش نعمل أي حاجة من كتر الكثافة الجماهيرية اللي كانت موجودة في هذه المباراة، من كتر الناس مستنية تشوف النادي الأهلي هيعمل إيه في مثل هذه المباريات. والجمهور الجزائري كان موجود بكثافة، ودايما بتلاقوه في مباريات الأهلي موجود بكثافة. تفكير اللعيبة بيبقى في الوقت ده تحديدا لا يفكر في شيء، بتبقى في بعض الرهبة الحقيقة موجودة، ولكن الرهبة دي بتبقى للفرق الصغيرة، للفرق الصغيرة اللي هي دايما بتروح تلعب في الجزائر وما بيبقاش عندها الخبرة الدولية اللي موجودة في معظم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي. خدوا بال حضراتكم، الجمهور بيبقى له تأثير كبير جدا جدا على اللعيبة في الملعب، خصوصا لما بتبقى لعيبة صغيرة أو ما عندهاش خبرات دولية، ولكن لعيبة النادي الأهلي عندها مثل هذه الخبرات. النهاردة الحقيقة التشكيل المتوقع هنقوله لكم بعد شويه، وهنقول لكم التشكيل اللي لعب بيه شبيبه الثوره الجزائري في مباراته الاخيره امام سيمبا التنزاني وهزم بثلاثيه مقابل شيء، وهنكلمكم على كل هذه الامور. ولكن انا بتكلم على الخبره الدوليه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي، الخبره الدوليه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي تتيح ليهم النهارده ان احنا نقدر ناخد ثلاث نقاط، وتتيح لينا النهارده ان احنا في ظل الاستاد اللي هيبقى مملي على اخره النهارده بالمناسبه، وهنشوف كريم احمد بعد قليل اول ما يجهز معانا هنجيبه علشان يكلمنا عن الاستاد ويكلمنا عن جمهور ويكلمنا عن كل شيء حدث خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان خبره اللعيبه في النادي الاهلي او خبره اللاعبين داخل النادي الاهلي هتفرق كتير جدا 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 في هذه المباراه داخل الملعب. طبعا الجمهور بيبقى موجود والناس كلها بتبقى موجوده، ولكن اللعيبه ما بتفكرش في شيء الا الملعب فقط، وكيف نستطيع ان نفوز بالثلاث نقاط، وهو ده المهم، وهو ده الشيء اللي دايما لعيبه النادي الاهلي بتفكر فيه، وهو الثلاث نقاط. وخدوا بال حضراتكم، احنا دايما عندنا في النادي الاهلي هنا عندنا حاجه زياده، او عندنا حاجه كده اوبشن زياده موجود. الاوبشن هو مش اوبشن الحقيقه، هو حاجه اساسيه موجوده في النادي الاهلي، اللي هو دايما بتكلم عنه ودايما بحاول اوصله لحضراتكم، وهو الدقيقه 90 او ما بعد الدقيقه 90. دايما الوقت ده تحديدا الناس كلها بتبقى منتظره ماذا سيفعل النادي الاهلي، والجمهور الوحيد اللي عنده ثقه في لاعبيه ان هم دايما يستنوا للدقيقه 90، ما عندهمش مشكله لو متعادلين بنستنى للدقيقه 90، لو متعادلين او لا قدر الله مغلوبين ولا حاجه، بنفضل عندنا ثقة في كل اللاعبين اللي موجودة لغاية
اما الحكم يصفر. يمكن ده اوبشن وحيد موجود في النادي الاهلي بس، مش موجود في اي نادي اخر خلال السنين اللي فاتت. ودايما انا قلت لحضراتكم ان الدقيقه 90 ده هيبقى السلوجن بتاع البرنامج وهيفضل دايما معانا في كل حلقه هنتكلم عنه، لان انا عايز اوصل لحضراتكم ان الدقيقه 90 دي مش الدقيقه 90 النهارده في ماتش النهارده، لا الدقيقه 90 دي يعني بطوله كامله، الدقيقه 90 دي يعني دوري كامل، الناس كلها فرحانه ومبسوطه، اللي بينافسوا في الدوري على المركز الاول والثاني وبيقولوا ان الاهلي بعيد. طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، هي دي الدقيقه 90، نهايه الدوري، نهايه البطوله الافريقيه، نهايه كاس مصر، نهايه المباراه اللي هنلعبها، نهايه البطوله الكونفدراليه لما خدناها من عماد متعب لما وليد سليمان نزل وعمل له اوفر في الدقيقه كانت 90 او بعد 90 92 على ما اعتقد. هي دي النهايات اللي انا بتكلم عنها، مش نهايه مباراه بلس طبعا نهايه المباراه او زائد نهايه المباراه. ولكن لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم دايما بنتكلم، حتى مجلس الاداره، مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي بقاله سنه وكام شهر، سنه وشهرين، يعني لسه ما خلصناش الشوط الاول في السلوجان اللي احنا حاطينه اللي هو دايما الدقيقه 90 او ما بعد الدقيقه 90. دايما عندنا الموضوع ده اوبشن زياده او ايديت زياده بتحط عليه علشان اللعيبه دي تقدر تعمل كل ما او تقدر تعمل اللي اللعيبه او الجمهور عايزه من خلال ان هم يقدروا ياخدوا ثلاث نقاط هامه جدا جدا في مباراه النهارده. عشان كده خلينا نروح نطلع نشوف تقرير عن او اول حاجه هنتكلم فيها النهارده، هنطلع نشوف تقرير مع حضراتكم مع الجمهور عن الدقيقه 90 وما بعد الدقيقه 90. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. دايما النادي الاهلي عودنا ان اللعيبه بتاعته نيفر ديسبريت، عمرهم ما بيصيبهم الياس، عودونا دايما ان ممكن على الدقيقه 94 على الدقيقه 95 لدرجه ان احنا في بعض الاحيان نتمنى ان الحكم يدي اكسترا تايم عشان ان عارفين ان الاهلي عاده بيبدع في الدقائق الاخيره. دي جايه من روح حقيقي، من روح الفانيلا الحمراء، وايضا بيلعب عامل اللياقه البدنيه دايما ان لعيبه الاهلي بتتميز بيها حقيقه في الفترات الاخيره، ان هم دايما بيسجلوا في الدقيقه 90 وال 94 و 95 لدرجه ان كل الفرق بتتمنى ان الاكسترا تايم يكون شورت الا لعيبه الاهلي وجمهور النادي الاهلي. والله احنا لو هنتكلم على الموضوع ده فاحنا هنرجع سنين كتير فاتت، حاجه احنا اتعلمناها من النادي الاهلي من بدايه، من اول ما ابتدى في حاجه اسمها النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء دي احنا اتعلمناها من اجيال كتير فاتت. يمكن هو رقم واحد عندنا في النادي الاهلي اللي اتعودنا عليه ان الجمهور هو اللاعب رقم واحد. قصه روح الفانيلا الحمراء النادي الاهلي دي عايزه وقت كتير جدا ان احنا نتكلم فيه احنا كجمهور. النادي الاهلي بالنسبه لنا ده حاجه كبيره جدا اتعلمنا طول حياتنا ان هو مصدر القوه او مصدر الروح الحلوه اللي بتدينا باور في حياتنا عامه نكمل بيها، هي الكره رقم واحد طبعا اتعلمناها دي من النادي الاهلي. الاهلي بيلعب بروح من اول الماتش لاخر الماتش، روح الاهلي وروح اللعيبه والجمهور كل دوت بيخلي فيه روح للدقيقه 90. احنا عندنا بقى الدقيقه 90 دي حاجه بتميز النادي الاهلي دايما، هي روح الفريق، سرها روح الفريق. كلنا احنا كلنا الاهلي، فهو روح الفريق هي اللي عامله كده، ما بيقطعوش الامل، وده احنا عهدناه في لعيبتنا وان شاء الله هيتكرر تاني وهيرجعوا احسن من الاول كمان باذن الله. والله انا شايف ان الاهلي يعني الواحد مش متصور ان الحماس بتاعه ينتهي اذا كان في هزيمه، فهو بيقاتل بحماس بحيث انه لازم يكسب او يجيب تعادل، يعني فريق عنده اراده وحماس بحيث انه هو ما يبينش ان هو مستسلم لاي هزيمه او اذا كان الفريق قدامه. فدي روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء اللي هم فعلا شعار النادي الاهلي على اساس ان هو لا يأس ابدا يعني. التربيه على روح الاهلي حتى اللي بيبقى مش من النادي الاهلي او بيخش في المنظومه بيندمج يبقى بنفس القصه. فدي ميزه الاهلي عن الغير يعني. احنا اتعودنا من صغرنا من ايام يعني موعين عن الفرقه الكبيره بتاعت محمود الخطيب والفرقه الكبيره الاساسيه اللي احنا اتعودنا عليها يعني من ايام اخر الثمانينات، احنا الجيل تعودنا كجماهير ان عندنا امل مع اللعيبه كلهم لغايه اخر ايه لغايه اخر دقيقه ان هم يلعبوا ويجيبوا اجوان، دي تعودناها اساسا في فرقه النادي الاهلي.
الأهلوية ياخدوا بالهم من مين اللي بيولع المواضيع ومين اللي بيسخن المواضيع ومين اللي عايز يجرنا في نفق احنا عمرنا ما هنخشه عشان مش بتاعنا، وأخلاقيات النادي الأهلي لا تسمح لينا ان احنا نعمل كده. خلينا نروح لكريم أحمد مراسلنا في قناة النادي الأهلي ومع الفريق. الحقيقة هو دايما موجود كريم مع الفريق في كل السفريات اللي بيسافرها الفريق. خلينا نروح لكريم ونشوف ماذا حدث في النادي الأهلي أو مع النادي الأهلي في ظل وجوده في الجزائر ما قبل هذه المباراة. كابتن اسلام اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. لحظات قليله بتفصلنا عن مباراه شبيب الرديه للصويره والنادي الاهلي الجزائري هنا في ولايه بشار في تمام الساعه 8 بتوقيت الجزائر، 9 بتوقيت القاهره على ملعب 20 اغسطس. لو بتكلم معاك في البدايه عن الملعب الاستاب لهذه المباراه، يمكن من 15,000 ل 18,000 مشجع بيسعى هذا الملعب، هيكون مليء بشكل كبير جدا من خلال توصلنا هنا لمندوبي المقاولون العرب وايضا كمان سفارتنا هنا في الجزائر، بياكدوا ان المسانده هتكون قويه جدا لفريق شبيبه الثوره الجزائري. لكن كما تعلم طبعا يا كابتن اسلام ان شاء الله تكون كلها ايجابيات لفريق النادي الاهلي وكلها ايضا كمان دوافع النتيجه الايجابيه مطلوبه، ان احنا ما يخشش فينا اهداف، ده مطلوب بشكل كبير جدا وده اللي اشتغل عليه بصراحه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني كابتن محمد يوسف الجهاز الفني بالكامل على التاكيد على هذا الامر. وايضا كمان من خلال تدريب الامس كان في تاكيد بشكل كبير على انهاء الهجمه، لابد يكون في احراز هدف. اكيد يمكن الراجل اتكلم بشكل كبير لازم نحرز اهداف، ولو جات لنا فرصه واثنين وثلاثة نقدر ان احنا نهدف، ده يمكن امر مطلوب ولابد ان احنا نسعى لهذا الامر. وبالفعل لعيبه النادي الاهلي كانت مركزه بشكل كبير في تدريب الامس اللي كان على نفس الملعب اللي هيفوض عليه النادي الاهلي هذه المباراه. ايضا كمان كابتن اسلام حاولنا ان احنا نستشف التشكيل اللي هيخوض به هذه المباراه مستر مارتن لاسارتي نظرا للظروف المحيطه فريق النادي الاهلي من الاصابات والغيابات ووجود 19 لاعب في القائمه منهم 3 حراس مرمى. لو نقدر نقول التشكيل اللي احنا يمكن حاولنا نقراه في التدريب الاخير، الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف وعلي معلول في المنتصف، عمرو السوليه وايضا حمدي فتحي على الاطراف، رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الهجوم ناصر ماهر وجونيور اجاي. يمكن وليد سليمان اكيد الكل هيتساءل على كيفيه الدفع او هل فعلا وليد سليمان عنده اصابه او بيعاني من حاجه او بيشكي من حاجه، لكن حابين نوضح لكل الناس اكيد انت عارف يا كابتن اسلام الترتان او النجيله الصناعي بتكون مؤثره بشكل كبير. وليد بيشتكي على طول عامه من الانكل او الخشونه في الركبه، فاكيد بيحاول الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني ان يتجنب تدريب على الاقل من التدريبين. وخاض بالفعل وليد سليمان تدريب اخير وهو امس، حاول مستر مارتن ان هو يديله كل الامور التكتيكيه لاكيد الواجبات اللي اكيد وليد سليمان هيكون له دور كبير جدا، لكن من الواضح ان التشكيل هيكون بنسبه كبيره جدا كابتن اسلام زي ما قلنا لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله لحظات زي ما باكد وهنتحرك من هنا من فندق الاقامه في تامين ان شاء الله يكون على اعلى مستوى كعادتنا طبعا في الجزائر باذن الله، حتى نصل الاستاد هيكون في جماهير كبيره باذن الله، هنشوف هناك الوضع باذن الله يكون عامل ازاي. لكن حتى هذه اللحظه الوضع مطمئن لكل بعثه فريق النادي الاهلي، وباذن الله ايضا كابتن اسلام يكون مستمرين معاكم ومع كل المشاهدين عقب المباراه. واكيد هنقول قبل المباراه التشكيل الاجواء الخاصه بيه التشكيل وايضا كمان الاحماء الجمهور الحضور الكبير اللي باكد عليه اكثر من مره النهارده، يمكن يكون حضور مكثف جدا لنادي الشبيبه الرياضيه للصويره. دي حتى هذه اللحظه دي اللحظات اللي احنا بناكد عليها النادي الاهلي في قمه تركيزه باذن الله نعود من الجزائر بثلاث نقاط مهمين جدا يا كابتن اسلام في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. عاود ليك يا كابتن اسلام. حلو الاتوبيس اللي واقف ورا كريم ده جميل. طيب اللي عايز اقوله برضو في اطار هذا الموضوع ان احنا عندنا تشكيل متوقع حتى هذه اللحظه، التشكيل ده ليس تشكيلا رسميا ولكنه تشكيل متوقع للنادي الاهلي. لو انت جاهز يا سمير بعد اذنك تحطه لنا على الشاشه. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي: محمد الشناوي، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين استوبرين في اول مباراه لياسر ابراهيم، ومحمد هاني ناحيه اليمين، حمدي فتحي في اول مباراه له مع عمرو السوليه، ورمضان صبحي وناصر ماهر وحسين الشحات، وفي الامام جونيور اجايه. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي اول لما يبقى تشكيل رسمي هنقوله لحضراتكم. التشكيل الاخير اللي لعب بيه نادي شبيبه الثور الجزائري امام نادي سيمبا، هذا التشكيل هو زي ما حضراتكم شايفين. حراسة المرمى كان خالد بوقاسم، أما خط الدفاع نصر الدين خوالد وعماد الدين بوبكر وإبراهيم الخليل بكاكشي وفاتح طالح. وخدوا بالكم حضراتكم من نصر الدين خوالد، واحد من اللاعبين اللي المفروض اللي هو الكبار سنا في النادي شبيبة القبائل وشبيبة الثورة،
وواحد من اللعيبه اللي ممكن جدا جدا النادي الاهلي يلعب عليه بشكل كبير جدا جدا جدا. خط الدفاع عندهم يعني عشان هم بطاء شويه فبيبقى عندهم مشكله، فعشان كده بيلعبوا على كشف مصيده التسلل وبيلعبوا على التسلل، فممكن جدا 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 ان احنا نستغل هذا الموضوع، وهنتكلم اكتر طبعا في اطار هذا الموضوع الناحيه التحليليه مع كباتننا الكبار. اما في خط الوسط هيبقى بوليس كلخير وابراهيم فرحي ومسلم رباح. اما في خط الهجوم ثلاثي الهجوم حمزه زايدي وحمار زيري ومحمد لامين حاميه، ده الثلاثي الهجومي في الفريق الجزائري. اما احتياطي الفريق الجزائري محمد زكريا حوالي ومحمد الامين ومحمد وليد تبروتين ومحمد الهادي وتوماس اوليموانجو وكوناتي الحاج يوسوفا وايمن عبد العزيز الحميري، هم دول المجموعه اللي لعبت المباراه السابقه والاحتياطي للتشكيل الرئيسي لفريق نادي شبيبه الثوره الجزائري امام مباراته الاخيره امام سيمبا التنزاني. طيب خلينا بقى نروح لمباراه اليوم والجرافيك اللي عندنا النهارده او شغل الجرافيك اللي عاملينه لحضراتكم النهارده من المباراه. المباراه النهارده هتبقى امام النادي الاهلي امام نادي شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا في المباراه الثانيه في دوري المجموعات. مشاركات النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في دوري الابطال 29 مباراه، في ابطال الكؤوس 5 مباريات، في كاس الكونفدراليه 4 مباريات، اما كاس السوبر ف 8 مباريات، الافرو اسيويه مباراه وحيده فقط. البطولات دوري ابطال افريقيا 8 بطولات، اما ابطال الكؤوس 4 مرات، والكونفدراليه النادي الاهلي فاز بيها مره وحيده وهي المره الوحيده للانديه المصريه من خلال النادي الاهلي طبعا. اما السوبر الافريقي ففاز به النادي الاهلي 6 مرات والافرو اسيويه مره وحيده. اما ارقام النادي الاهلي في البطولات الافريقيه للانديه، لعب 345 مباراه، فاز في 174، تعادل في 92، هزم في 79، له 513 هدف وعليه 295 هدف 265 هدف انا اسف. اما ارقام النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بقى، لعب 265 مباراة، 131 فوز، 76 تعادل، 58 هزيمة، له 400 هدف عليه 207 هدف. نتائج الأهلي في دوري الأبطال، البطل زي ما حضراتكم عارفين 8 مرات، الوصيف 4 مرات، خرج من الدور النصف النهائي 3 مرات، خروج من دور الثمانية 7 مرات، خروج من دور الـ16 3 مرات، خروج من دور الـ32 مرتين. اما تاريخ النادي الاهلي في دوري المجموعات بدوري الابطال الافريقي، النادي الاهلي لعب 91 مباراه، فاز في 42، تعادل في 28 مباراه، هزم في 21 مباراه، له من الاهداف 127 هدف وعليه 91 هدف. الاهلي لعب في دوري الابطال 15 مره. اما نتائج النادي الاهلي مع الفرق الجزائريه، النادي الاهلي لعب مع مولوديه العاصمه و جيتيزي اوزو ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمه وشبيبه الجزائر، لعب 19 مباراه، فاز في 9، تعادل في 5 مباريات، هزم في 5 مباريات، له من الاهداف 22 هدف عليه 16 هدف. دي نتائج النادي الاهلي مع الانديه الجزائريه. اما مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا 2019، النادي الاهلي في دور ال 32 في مباراه الذهاب فاز على جيما ابا جيفارا 2-0، وفي مباراه العوده هزم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء من جيما ابا جيفارا. اما في دوري المجموعات، المباراه الاولى فاز النادي الاهلي على نادي فيتا كلوب بهدف او هدفين انا اسف مقابل لا شيء، ليحرز اول 3 نقاط في دوري المجموعات هذا الموسم. اما مشوار شبيبه الثوره الجزائري فدوري في دوري الابطال 2019 في دور ال 64، خدوا بال حضراتكم شبيبه الثوره لعب في دور ال 34 ال 64، فاز على جاجلو 2-0 ومباراه العوده تعادل سلبيا.
وبالتالي صعد الى دور ال 32، وفي دور ال 32 في مباراه الذهاب فاز ايضا على اتحاد طنجة المغربي بهدفين مقابل لا شيء، وفي مباراه العوده اتحاد طنجة فاز على شباب الثوره الجزائري بهدف مقابل لا شيء. اما في دوري المجموعات اول مباراه هزم فيها نادي شبيبه الثوره الجزائري بثلاثيه مقابل لا شيء من نادي سيمبا التنزاني. نبيل نجيز المدير الفني لفريق الشبيبة، طبعا مدرب شبيبة الثورة حاليا، وتاريخ التعاقد معاه كان في مارس 2018، عنده 51 سنة. أما أرقامه في دوري الأبطال لعب 3 مباريات فقط، فاز في مباراة، هزم في مباراتين، له هدفين وعليه 4 أهداف. أما أرقامه في الدوري الجزائري لعب 25 مباراة، فاز في 13، تعادل في 6، هزم في 6 مباريات، له 29 هدف وعليه 14 هدف. ايه هي الصفقات الجديده اللي جت واللي مشيت من نادي شبيبه الثوره الجزائري؟ الصفقات الجديده توماس اوليموانجو لاعب الهلال السوداني السابق وجنسيته تنزاني، انتقل من نادي الهلال الى نادي الشبيبه، يعني نادي الشبيبه كان بيحاول ان هو يرمم من حاله عشان يلاقي النادي الاهلي. رفيق بكبوكا من اتحاد بني دوله الجزائري وانتقل الى شبيبه الثوره الجزائري، وحمار حمار زيري في مولديه الوهران الجزائري ايضا وانتقل الى شبيبه الثوره. الراحلون من هذا الفريق نبيل بسمحه واحمد زناسي، دي المجموعه اللي مشيت او الاثنين لعيبه اللي مشيوا من نادي شبيبه الثوره الجزائري. خلينا بقى نروح للنادي الاهلي وقائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. حراسه المرمى شريف اكرامي، الشناوي علي لطفي، اما خط الدفاع حمدي فتحي، ايمن اشرف، محمد هاني، كريم ندفد، وعلي معلول، وياسر ابراهيم. اما خط الوسط فميدو جابر وعمرو السوليه واحمد حمودي وجونيور اجاي، حمد لله على السلامه اجاي، واسلام محارب وناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان. أما خط الهجوم فمحمد الشريف والمدير الفني مارتن لاسارتي. أما قائمة فريق شبيبة الثورة الجزائري، انتوا غاويين تحطوني في امتحانات، دي أسماء كبيرة أوي، صعبة أوي يا جماعة. الجزائريين عبد الرؤوف نتاش، خالد بوقاسم، محمد زكريا حولي دافع حراسة المرمى، خط الدفاع عادل بوشيبا وكوناتالي يوسوفا و فاتح طالح وابراهيم الخليل بكاكشي وعماد الدين بوبكر ومحمد الامين بركه ومحمد وليد تيبوتي ونصر الدين خوالد. اما خط الوسط حمار زيري وابراهيم فرحي ومسله مرباح ومحمد الامين حاميه ونبيل بسماحه ويونس كل خير وسيد احمد عواد وعبد الجليل تقي الدين وحمزه زيدي ورفيق بكبوك. اما خط الهجوم سيد علي يحيى وأيمن عبد العزيز ومحمد بلعيدات ومصطفى جليت وسيدوبا وبيسيري وتوماس وليموانجو. دي قائمة فريق شبيبة الثورة الجزائر. مين اللي هيلعب المباراة القادمة أمام شبيبة الثورة؟ فيتا كلاب سيلاقي شبيبة الثورة الجزائري ضمن المجموعة الرابعة، والنادي الاهلي سيلاقي سيمبا التنزاني في القاهره، اما شبيبه الثوره سيلاقي فيتا كلوب في الكونغو الديمقراطي. حكام مباراه اليوم، حكما للساحه اريك اوتوجو كاستان من الجابون، وحكم مساعد موسوندا مونتيل من الجابون، وفينجا من الجابون. دول حكام المباراه في مباراه اليوم. طيب هنكمل اخبارنا وهنكمل السوشيال ميديا اللي عندنا ومواقع التواصل الاجتماعي قالت ايه، وهنتكلم عن الجرايد برضو المصريه قالت ايه، والجرائد الجزائريه ماذا قالت عن هذه المباراه، ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بقى نشوف الصحف المصريه قالت ايه عن مباراه النادي الاهلي ضد شبيبه الثوره الجزائري، وايضا هنشوف الصحف الجزائريه ماذا قالت عن هذه المباراه الهامه في تاني المباريات في دوري الابطال في افريقيا. اول حاجه عندنا النهارده شبيبه الثوره الاهلي المصري اليوم. طيب يبقى هنتكلم عن الصحف الجزائريه اولا.
من الشروق الجزائرية، شبيبة الثورة، الأهلي، المصري اليوم على الساعة 10 بملعب بشار، قمة عربية قوية بين نسور الصحراء والقلعة الحمراء. جريدة البلاد أيضا، شبيبة الثورة على موعد مع التاريخ عند استضافة النادي الأهلي المصري. جريدة الجمهورية الجزائرية، رابطة أبطال إفريقيا قسطنطينية في مهمة التأكيد والثورة في خطر أمام الأهلي. أما النهار أيضا الجزائرية بيقول لن نواجه أهلي أبو تريكة، ولكن الجولة الثانية من دور المجموعات، رابطة الأبطال الشبيبة أمام حتمية الفوز في ديربي عربي مشوق. طيب خلينا بقى نروح للجرائد المصرية وماذا قالت الجرائد المصرية عن هذه المباراة. الأهرام بتقول الأهلي يبحث عن فوز جديد بدوري أبطال إفريقيا عبر بوابة شبيبة الثورة، بطل مصر يحقق حلم مؤسس النادي الجزائري، ولا سارتي يدفع بالقوة الضرب. من جريدة الأخبار أيضا، الأهلي يتحدى نسور الجنوب في وادي الثورة الجزائري الليلة، ولا سارتي يبحث عن الصدارة وانجيز، محظوظون بمواجهة نادي القرن. أما الأخبار المسائية فبيقول الأهلي يخشى ثورة الثورة، والأحمر يواجه بطل الجزائر الجريح في الجولة الثانية لدوري المجموعات الإفريقي أو لدور المجموعات الإفريقي. من اليوم السابع الأهلي يحشد أسلحته لإخماد ثورة شبيبة الثورة الجزائري، ولا سارتي يدفع بقوته الضاربة، وانجيز يراهن على الأرض والجمهور لإسقاط المارد الأحمر. من روز اليوسف، المواجهة الكبرى، مدرب الأهلي والشبيبة وجها لوجه في روزا جاردن، ولا سارتي هنفوز، ونجيز بيقول مش خايفين. من الوفد، الأهلي يتحدى الإصابات والأزمات في مواجهة نارية أمام شبيبة الثورة بالجزائر، ولا سارتي يطالب باستغلال أنصاف الفرص، ونجيز يبحث عن الثأر. من الشروق المصرية، الليلة في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الأهلي في مهمة صعبة أمام شبيبة الثورة الجزائري، وأجاييه جاهز لقيادة هجوم الأحمر، وندفد يشارك إساسيا. ده رأي طبعا الشروق، واستمرار وجود الشحات وصبحي. في جريدة المساء، في ثاني لقاءاته بدوري أبطال إفريقيا، الأهلي عشمان في فوز كمان، لاسارتي يراهن على خبرة نجومه أمام الثورة الجزائري وسط جمهوره. آخر حاجة عندي من الجمهورية المصرية أمام الثورة الجريح أفريقيا، أهل الإصابات يخشى المفاجآت، وأجاي يقود الهجوم، ونجيز يتسلح بالجمهور. دي كانت الصحف المصرية والجزائرية وماذا قالت عن مباراة اليوم. الحقيقة النهاردة كان في خبر عن أن الأهلي يظهر بالزي الجديد. ناس كتيرة جدا جدا تساءلت متى سيظهر النادي الأهلي بزيه الجديد. والحقيقة عشان نجاوب لحضراتكم عن هذا السؤال، هيكون معانا كابتن أمير. جاهز معانا؟ جاهز. طيب كابتن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، نتكلم معاه عن هذا الموضوع تحديدا. كابتن أمير، ازاي حضرتك؟ كابتن إسلام، أخبارك إيه؟ أخبارك أنت إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله كابتن، كله كويس. شايفك انت مسافر ورايح وجاي، وبتخلص في صفقات وبتخلص في حاجات جميله جدا، وكل جمهور الاهلي سعيد بيها. والحقيقه احنا بنحييك وبنحيي كل الادارات القائمه على التعاقدات خلال الفتره اللي فاتت، لانه الناس ابتدت تبقى مبسوطه كابتن امير مما يحدث من تعاقدات جديده داخل النادي الاهلي. الحمد لله كابتن، والله كان فتره صعبه جدا علينا اخر شهرين دول. نعم. كنا طبعا انت عارف شهر يناير عامه مش من الشهور اللي بتجي فيها لعيبه كتير. مظبوط. ودايما بتكمل فيه احتياجات معانا في الفرقه. دلوقتي احنا كان ظروفنا طبعا محتاجين ان احنا ندعم الفرقه بشكل واضح عشان نكمل منافسه في الدوري بشكل واضح في كاس مصر. عندنا فرصه تبدا السنه دي ان شاء الله جديده. فالحمد لله كل الاحتياجات اللي كنا محتاجينها بنسبه 100% لبيناها. ان شاء الله بقى الدور ان شاء الله احنا دلوقتي فرقه تبدا تتحسن ان شاء الله، تبقى شكلها كويس الفتره الجايه. مش عايز تقول لنا حاجه كده ولا كده؟ يعني هل من الممكن ان تكون هناك صفقات قادمه لصالح النادي الاهلي؟ هل المدير الفني اكتفى بالصفقات اللي موجوده؟ انا عارف طبعا ان ما حدش بيتعاقد مع اي حد غير من خلال المدير الفني، وبالتالي لو تقدر تقول لنا اي حاجه في اطار هذا الموضوع برضو.
بص يا كابتن، احنا دلوقتي كل الحاجات اللي طلبت منا المدير الفني الحمد لله لبيناها كلها. نعم. كل المراكز المطلوبه لبيناها بشكل كامل. في حاله المدير الفني طلب اي تدعيم زياده احنا مجهزين اوراقنا كلها قاعدين بيها، بس في الوضع الحالي كل حاجه خلاص طلبت منا اتنفذت. تمام، لكن هو باقي في شهر الانتقالات او شهور الانتقالات الشتويه باقي حوالي 15 يوم او اقل شويه 12 13 يوم، هل من الممكن ان يرى النادي الاهلي صفقات جديده خلال ال 12 يوم اللي جايه؟ اول مدير فني مستر رياضي يكون محتاج اي حد، احنا عندنا ملفات جاهزه، في لعيبه عندنا جاهزين، تواصلنا مع بعض الانديه. نعم. ستاند باي، احنا جاهزين في اي حاجه نمشي فيها. تمام، نتمنى طبعا كل التوفيق ونقدر طبعا ان في حاجات معلومات لا يمكن الافصاح عنها ولا حتى في قناه النادي الاهلي، ولكن يعني طبعا الناس كتيره كانت بتسال كابتن امير عن متى سيرتدي النادي الاهلي التيشيرت الخاص به من الشركه الجديده خلال الفتره القادمه. احنا اللبس بتاع عمرو وصل مصر امبارح. نعم. وصل النادي الاهلي امبارح بالليل، دخل مخازن النادي الاهلي. ان شاء الله بلان ان احنا اللبس يبقى موجود يوم الخميس الجاي في مصر المقاصه، يبقى اول ظهور ليه مع الفرقه ان شاء الله يوم الخميس. يعني خلاص تم الاتفاق على ان يكون يوم الخميس القادم في مباراه مصر المقاصه ان يكون اول ظهور لقميص النادي الاهلي الجديد ان شاء الله. هو دلوقتي دي البلان، احنا بس فاضل جزء معين من اللبس هيوصل مصر خلال يومين. نعم. اول ما يظهر يوصل ان شاء الله يوم الاحد، يبقى كده خلاص احنا 100% الخميس اول ظهور الامر ان شاء الله معانا ان شاء الله. تقدر تقول لنا اهم ما يميز تيشيرت النادي الاهلي الجديد ايه؟ يعني عليه كام نجمه؟ اهم ما يميز هذا التيشيرت ايه؟ حتى الان الناس ما شافتش اي تصميم ليه او اي حتى شكل ليه، فاهم ما يميز شكل تيشيرت النادي الاهلي الجديد اللي هيبقى يوم الخميس ان شاء الله في مباراه المقاصه. احنا طبعا كابتن احنا بالنسبه لنا فكره ان احنا نرجع لامرو تاني، عارف ان امرو كان مع الاهلي في السبعينات والثمانينات لفتره كبيره جدا. تمام. اخر كام سنه الاهلي اتجه كان اتجاه مختلف شويه، كان مركز اس الى مركز الاهلي. نعم. مركز سبورتا. تمام. احنا بعد لما حصلت الظروف اللي حصلت من ثلاث شهور احنا فكرنا ان احنا عايزين نرجع ايه تاني مع براند عالمي. تمام. نفس الوقت برضه امبرو كان عنده توجه ان هو عايز ينزل السوق المصري بشكل واضح. عايز يرجع زي الاول تاني. فمن هنا اتكلمنا معاهم والناس كان عندهم بلان للنادي الاهلي محترمه جدا، ودي باينه في الفترات دي ان هم جهزوا شغل في خلال شهرين. طبعا انت عارف يا كابتن اسلام ان النهارده اي براند عالمي عشان يجهز خط انتاج لفرقه في خلال شهرين دي حاجه صعبه جدا. نعم. حاجه سهله خالص. لا، وفرقه في قيمه النادي الاهلي او اسم في قيمه النادي الاهلي بياخد وقته طبعا. طبعا بالظبط. فالناس، لا الناس كان عندهم تيم، احنا تيم بتاع عمرو، في تيم في مانشستر وتيم في دبي والايجنسي شركه اف ار جي موجوده في مصر. نعم. فكان في كده زي يعني كونسلتهم احنا معاهم ان احنا نعمل ديزاين، يكون ديزاين محترم، يكون ديزاين سيمبل ما فيهوش حركات كتير. هو اتعمل تيالي الاهلي. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك هو اتعمل خلاص بتيالي يعني. لا لا، هو خلص خلاص، اللبس موجود. اللبس عندنا خلاص موجود. نعم. طيب. اللبس موجود وجاهز خلاص، يطلع ان شاء الله يظهر على طول. تمام. طيب هل من الممكن مثلا للجمهور ان هو ينزل يشتري التيشيرت ده امتى؟ هل بتبقى في نسخه معينه للجمهور او تيشيرت معين للجمهور بسعر اقل من السعر اللي هينزل بيه الرسمي؟ هل ده ممكن يحصل؟ هينزل في البدايه في التيشيرت الاساسيه اللي هي التيشيرت الاهلي للفرقه. نعم. تمام. دي هتنزل تبقى موجوده في السوق برده من الاربع الجاي ان شاء الله على طول. الاربع اللي جاي ده على طول معموله للجمهور. نعم. تبقى ارخص شويه حلوين عشان تناسب كل المستويات. تمام. ده كل الاربع الجاي هيبقى موجود بداية في فروع انتر سبورت. نعم. انتر سبورت هي بتملكها الوكاله اللي هي اف ار جي اللي هي معاها توكيل امرو. تمام. ان شاء الله اعتبار الاربعاء الجاي جمهور النادي الاهلي كله اي فروع انتر سبورت هيلاقي لبس الاهلي موجود فيها. يعني اللي عايز يشتري برضو... اتفضل يا كابتن امين اتفضل. ما هي برضه محرك، برضه احنا عايزين برضه الجمهور يساعدنا شويه. ايوه. ان احنا عايزين الفتره الجايه نقضي على لبس الموضوع بشكل كبير. نقضي على اللبس الايه؟ كده اللبس المضروب. المضروب. اللبس انا معاك. هو التقليد. انا معاك. ان احنا النهارده الامبرو عملوا حاجه مختلفه شويه. ان هم عملوا جزء تصنيع مصري عشان يناسب الجزء اللي هي تيشيرت الجمهور، يناسب المستويات المختلفه، يكون سعرها رخيص. فمحتاجين الجمهور يساعدنا ان هو يعلي مبيعات الشركه اللبس اللي هو بتاع الجمهور علشان
ان هي برضه ما تخسرش. لسه عارف لسه التقليد لما بيتعمل بيأثر على الشركه بشكل واضح. طبعا طبعا احنا برضه محتاجين لازم الجمهور يفهم القصه دي، ان هو لما بيشتري حاجه مضروبه بيأثر على النادي الاهلي مباشره. فاحنا في جزء زي ما قلت لك، في جزء تيشرت الاساسي، في تيشرت اللي هي بتاعت اللعيبه اللي هي كواليتي عاليه جدا، في جزء تاني ممكن تكون كواليتي اقل شويه بس الى حد ما شكلها يكون محترم يناسب شكل النادي الاهلي، وامبرو مش حاجه مضروبه او حاجه، بس الجمهور يساعدنا ان هو يشتريها، عشان برضه ان احنا مضروب بقالنا فتره كبيره قوي بنتفاجئ ان في كميه محلات وكميه مقهى بتصنع لبس الاهلي بشكل بيضرنا بشكل واضح. فالجمهور لما يبعد عن الناس دي مع الوقت هم مش هيتوغلوا المنظر ده. عارف انا قصدي؟ اه طبعا طبعا. يعني حضرتك بتقول بدل ما تروحوا تشتروا لبس مضروب اشتروا لبس الامبرو ولكن بسعر اقل من سعر التيشيرت الاصلي يعتبر، ولكنه في النهايه هو تيشيرت اصل، يعني تيشيرت امبرو اصلي. طبعا بالظبط، ولكن عشان خاطر امبرو اصلي. انت عارف في حاجات ثانيه معانا غير في اللعيبه، بيكون حاجات مثلا كواليتي مثلا زي البي درايز اللي موجوده عشان العرق وعشان الحراره والكلام ده كله. الكلام ده كله ممكن يكون الجمهور مش محتاجه. مظبوط. فاهم قصدي؟ فممكن ياثر في السعر شويه. تمام. طيب هل الالوان هتفضل زي ما هي الاحمر والازرق وهناك لون ثالث؟ ممكن تقول لي حضرتك الالوان اللي هتبقى موجود، الاحمر ده الاساسي والازرق الاحتياطي، هل هيبقى في لون ثالث؟ احنا ان شاء الله دلوقتي السنه دي عشان احنا ملتزمين بلوائح فضاء افريقي والدوري المصري عشان جاي في نص الموسم، احنا هنكمل السنه دي بالاحمر والازرق. تمام؟ تمام. وان شاء الله من الموسم الجديد بنسبه كبيره هنغير الازرق ويبقى عندنا لونين كمان زائد الاحمر. يعني الاحمر هيبقى لونين بعد الاحمر هيبقى لونين؟ لا السنه دي احنا عندنا احمر وازرق. تمام. الاحمر والازرق هنكمل بيهم السنه دي الاتحاد المصري والدوري والافريقي. نعم. السنه الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا الاحمر طبعا ده في بتاعنا مش هيتغير، وهيبقى عندنا ممكن في هنغير الازرق ويبقى عندنا لونين كمان بشكل مختلف شويه. هل ممكن تقول لنا الالوان القادمه هتبقى ايه؟ لا دي لسه بقى لسه لم يتم الاتفاق عليها. لسه لم يتم الاتفاق عليها. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، ويعني مناشده حضرتك لكل جمهور النادي الاهلي اعتقد ان هي وصلت، بان احنا يا جماعه نروح ناخد التيشيرتات الامبرو اللي في سعر جيد جدا ومتداول للجميع، علشان ان شاء الله في المباراه القادمه مباراه مصر المقاصه يبقى الكل متواجد وبتيشيرت النادي الاهلي اللي هيبتدي بقى يظهر للعلن مره اخرى يوم الخميس القادم في مباراة المقصة. أنا بشكرك جدا 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 أمير توفيق مدير لجنة التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي. بالمناسبة أمير من الشباب الواعدة، من الشباب اللي عنده حماس وعنده قوة وعنده أشياء كثيرة جدا جدا بيستغلها النادي الأهلي من خلال وجوده في منصب صعب جدا جدا سواء في التسويق أو في التعاقدات، ولكن الحقيقة أمير بيمشي بخطى ثابتة جدا جدا في هذا الموضوع. ولكن طبعا المعلم الكبير عادل القيعي ده معلم ملوش علاقة بأي حد، أنا عارف الاسم بيزعل ناس ولكن لازم نقوله، عادل القيعي ده لوحده يعني ده في مكان مختلف عن الجميع، كلنا الحقيقه بنتعلم منه. يعني انا عمري ما هنسى حاجه حصلت معايا انا تحديدا، لكن اكيد حضراتكم كلكم عارفينها، لكن عادل القيعي ده بالنسبه لنا او المهندس عادل القيعي طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه لكل الاهلاويه في حته تانية خالص، لكن الكل بيتعلم، هناك تواصل من الاجيال في الفتره القادمه، هتلاقوا كوادر جديده بتظهر وكوادر جديده النادي الاهلي او محتاجها النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فانا بشكر امير جدا على هذه المداخله، أظهرت لنا كثير من الأمور هتحصل في تيشيرت النادي الأهلي. ومن فضل ودايما بقول لكم هذا الكلام، أنتوا اللي بتنجحوا، أنتوا اللي بتنجحوا الموضوع. فيوم الأربع اللي جاي التيشيرت ده هينزل في المحلات، من فضل حضراتكم انزلوا اشتروا التيشيرت وهو بأسعار مناسبة للجميع، أنا ده متأكد منه. أنا مش عارف السعر تحديدا كام، ولكن هو اتقال إن هو بأسعار مناسبة للجميع. اللي هيروح مباراة المقصة يروح بتيشيرت النادي الأهلي الجديد ويبان قدام الناس كلها، والناس تبقى عارفة إن تيشيرت النادي الأهلي ده جمهور النادي الأهلي ما بيلبس غير تيشيرت النادي الأهلي. طيب هنرجع بقى للمباراة مرة أخرى ونشوف تقرير عن حكام هذه المباراة، وبعد هذا التقرير هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار زي ما قلت لحضراتكم، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، هيكونوا معانا بعد تقرير الحكم وبعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجوم مصر ونجوم حضراتكم وضيوف حضراتكم النهارده. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. يا كابتن شريف ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام ازاي حضرتك؟ كابتن ماهر هو نجمنا الكبير الاول طبعا. كابتن ماهر احنا معلش هو بيسمح لي اقعد هنا بس كلنا هنا اخوات شعار حبيبي يا كابتن اسلام النادي الاهلي كلنا اخوات انا اخوات شريف اسلام يبقى انا اللي بعتذر كابتن ماهر تمام النجم الكبير ورجع لي تاني ونبقى عشان اخد كده يا كابتن حاضر ومين بقى كابتن حشيش لا لا كابتن شريف لا لا كده تمام بنشكرك والله وان شاء الله جود لك بالتوفيق يا رب ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. احنا كابتن ماهر همام الكابتن شريف كابتن ايوه كده كده تمام كده تمام طب الحمد لله. ازيك كابتن محمد؟ ازيك اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله ربنا الحمد لله. خليني ابدا بالكابتن ماهر بقى. اه طبعا عشان انت بس ماشي. كابتن ماهر اولا خلينا نقول لحضراتكم ونقول للناس تشكيل الفريق الرسمي بقى خلاص. احنا كنا بنقوله في الاول لحضراتكم ده التشكيل المتوقع، لكن التشكيل الرسمي للنادي الاهلي محمد الشناوي، علي معلول، محمد هاني، ايمن اشرف، وياسر ابراهيم اثنين استوبرين، كريم ندفد وعمرو السوليه، حمدي فتحي لن يبدا هذه المباراه. رباعي بقى هنقعد بقى نتكلم في الموضوع ده كتير انا والكابتن شريف والكابتن ماهر والكابتن محمد، اسلام محارب ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان. هذا الرباعي هو الرباعي الهجومي. اما احتياطي النادي الاهلي شريف اكرامي، حمودي، ناصر ماهر، محمد شريف، ميدو جابر، وحمدي فتحي، وجونيور اجايه. اذا لن يبدا جونيور اجايه، لن يبدا ناصر ماهر، لن يبدا حمدي فتحي، كريم ندفد وعمرو السوليه، واسلام محارب ورمضان صبحي وحسين الشحات، ومن امامهم وليد سليمان. اهو بالظبط كده التشكيل امام حضراتكم. اه 100 100 كده. رمضان صبحي في الامام اهو. هرجع لك انا دلوقتي يا كابتن شريف عشان احنا هو الرباعي ده ممكن اي حد فيه يلعب قدام اللي هو حسين الشحات وليد سليمان. في حركه تبادليه دايما. رمضان صبحي كابتن ماهر ابدا بحضرتك، ايه رايك في هذا التشكيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشكيل معلش يا كابتن قبل بس ما نبدا عشان برضو النادي الاسماعيلي حتى هذه اللحظات المباراه انتهت ولا لسه يا جماعه؟ مباراه النادي الاسماعيلي كان مغلوب 2-1 بعد وقت ضايع وفي 3 4 دقائق جمهور جمهور شايط جدا في الملعب حقهم طبعا ان هو الحكم غير عادي يعني النهارده. الحكم النهارده ظلم النادي الاسماعيلي بيقولوا في هدفين. انا كنت على الهواء لكن كذا حد الحقيقه كاتب ليهم ضرب الجزاء 100 100 للاسماعيلي، ليهم ضرب الجزاء للنادي الاسماعيلي وهزيمه ثانيه للنادي الاسماعيلي تصعب من موقفه تماما. الماتش خلص يا جماعه قولوا لي بس عشان نتاكد لانه فاضل هي المباراة متوقفة دلوقتي بسبب وجود بعض أعمال الشغب الاستنفار يعني خلاص في الوقت ده كله الجمهور حس بقى إن خلاص يعني عموما النتيجة لسه ما زالت 2-1 ولسه حوالي 7 أو 8 أو 10 دقايق بقى وقت بدل ضايع. أي حاجة يا جماعة قولوا لنا من فضلكم برضه عشان الله يعوض بإذن الله نبلغ الناس. اتفضل يا كابتن ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت كده إسلام تشكيلة النادي الأهلي حسب المجموعة وحسب القماشة اللي موجود عليها مستر لاسارتي خلال الفترة اللي فاتت. نعم. هو يمكن خلال المباراتين السابقتين قدر ان هو يشوف معظم لعيبة النادي الاهلي اذا كانوا المصابين او اللعيبة الجدد او اللعيبة اللي موجودين في خلال تشكيلة النادي الاهلي. فانا شايف ان التشكيلة مناسبة جدا. الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، معلول، وده خط الظهر اللي واضح عليه في ثبات من خلال الفتره، يمكن باضافه ياسر ابراهيم الوافد الجديد من نادي سموحه. ياسر احنا شفناه يمكن مع نادي سموحه خلال الفتره السابقه من السندباكات الواعده، قلب الدفاع فعلا كنا محتاجين المكان ده من فتره يمكن اسلام. لكن طبعا من الاختيارات اللي انا بحيي فيها مجلس اداره النادي الاهلي وبحيي فيها لجنه الكوره انهم اختاروا لنا ياسر ابراهيم من ضمن المساكين اللي هم ظهروا بمستوى جيد خلال الفتره الماضيه، فكنا محتاجين فعلا اضافه عنصر من عناصر قلبي الدفاع اللي موجودين في الدوري المصري، وكان منهم ياسر ابراهيم. ايمن اشرف احنا شفنا ايمن اشرف من فتره من ضمن الجواكر اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني بشكل كبير ناحيه قلب الدفاع او ناحيه الباك رايت. عمرو السوليه موجود، عمرو السوليه من فتره بشكل جيد. كريم ليدفيد وهو من اللعيبه الجواكر برضك. نعم. اللي احنا بنحتاجها اذا كان في قلب الدفاع او اذا كان ناحيه الباك رايت او الهاف ديفندر. النهارده بيقوم بالدور يمكن هشام محمد مش موجود، ويمكن طريقه اللعب كمان تحتم ان يبقى كريم ليدفيد موجود. نعم. احنا محتاجين
يمكن الجانب الدفاعي اكتر يمكن من الجانب الهجومي. حضرتك كنت لنا رايك في التشكيل كله وبعد كده هناخد بقى هنفصصه واحده واحده. يعني راي حضرتك التشكيل ده مناسب بشكل كبير، ويمكن الاضافه يمكن الجديده يمكن ياسر ابراهيم زي ما احنا شايفين، ويمكن احنا شفنا حسين الشحات في المباراه السابقه مع فيتا كلاب ظهر بمظهر جيد. لا. لكن انا شايف تشكيله مناسبه ان شاء الله باذن الله، نتمنى تمام. التوفيق من خلال هذه التشكيله. هنتكلم بقى عن الافراد، ولكن ناخد برضو راي كابتن شريف، راي حضرتك في تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه. حضرتك توقعت ان اجاي ما يلعبش في الاستوديو السابق يوم الاربعاء، وقلت ان الاحسن ان هو ما يلعبش، وهشام حنفي رد عليك ساعتها وقال ان هو لا انا رايي كان جوزيه بيعمل كذا 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 كذا، هو بيلعبه من اول مباراه ياخد منه كل حاجه، كان حضرتك اصريت على، فبالتالي وليد سليمان اللي موجود. لكن يعني كلنا مثلا فوجئنا باسلام محارب، هو التوقع اللي احنا كلنا ما قدرناش نوصل له، هل هيدي حد من الجيل او اللعيبه اللي هي كانت موجوده البدلاء الفتره اللي فاتت؟ اكيد هو شايف النهارده انه عايز يعمل عمل شكل جماعي، وعايز يعمل شكل في الملعب في كل الخطوط الحقيقه. فهو اذا كان بيلعب من قدام عمل شكل تحرر، يحصل حالات تبادليه بين رمضان وبين وليد وبين حسين الشحات، ويبقى فيه الكفرنج بتاعهم اللي هو اسلام محارب اللي دايما لما بيكون فيه عرضيات عندنا من ناحيه اليمين بلاقي اسلام محارب بيسرق. ايام ما كان مؤمن زكريا موجود كان بيسرق برضه، وتلاقيه بيحرز اهداف وعنده السنس وعنده الملكه دي، وخاصه ان احنا هنلعب على ارض الترتان دي، ف طبيعه لعيبه برضو عندها خبرات على الملعب ده. نص الملعب عوض حاجه كتير قوي، في حالات تبادليه برضو بين سرعه ندفد وعمرو السوليه، ما بقاش في خوف دلوقتي ان لو السوليه تقدم وعمل سبورت. انت شايف بشكل عام ان التشكيل مناسب للمباراه، مناسب ليك انت لان عندك الاطراف سريعه جدا كمان، محمد هاني وعلي معلول، وعلي معلول هم دول اللي بيوقفوا كمان الطريقه اللي لعب بيها، ووقف لك اي هجوم يقدر يجي لك من ناحيه يمين وشمال. فبايدك بشكل عام بعد كده نبتدي بايدك وبوافق كل حاجه، بس اللي انا عايزها ان هذا الشكل اللي هو الراجل شايفه الحمد لله يترجم بقى لشيء مختلف عن الفتره اللي فاتت كلها. تمام كابتن محمد. طبعا في البدايه بنتمنى الاهلي النهارده ان شاء الله المكسب. طبعا انا رايي في التشكيل برضو، المفروض المدير الفني لما بيجي يحط تشكيل بيبقى له عده عوامل. اول حاجه المباراه خارج ارض النادي الاهلي، تاني حاجه عامل الترتان، تالت حاجه الاصابات اللي موجود. نعم. فانا انا انا في رايي يعني وجهه نظري الشخصيه ان 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 الترتان بيحتاج كابتن شريف لعيبه من نوع معين. الكوره دايما بتبقى في الرجلين، ترتان ملعب ناشف، ارض الكوره بتجري على اسرع، فلازم التسليم يبقى في الرجلين. ده عايز يعني اكتر عدد من اللعيبه اصحاب المهارات لازم يكونوا في الملعب. نعم. عشان كده انا يعني مختلف في حته اسلام محارب، وكان نفسي ناصر ماهر اللي يبدا في قدام عمرو السوليه وندفد. كلمنا بدي انا واسلام اللي فاتت قلنا كله هيبقى موجود، بس هو بالتدوير يعني هيبقى اكيد موجود بعد الشوط الثاني مثلا، او العكس هيبقى اسلام مثلا موجود الاول او اسلام موجود بعد كده، فهو اكيد في حاجه هو شايفها من رأيه هو. احنا بنتكلم في وجهه يعني بوجهه نظرنا طبعا موجودين الشخصيه. انا كنت اتمنى وليد سليمان ما يبداش المباراه دي. طبعا وليد خبره ولعيب كبير وكل حاجه، بس راجع من اصابه. الترتان صعب زي ما انت قعدت اجاييه عشان راجع من اصابه. فكان المفروض برضو تقعد وليد سليمان، وخصوصا ان انت احساسنا كلنا او احساسه او اللي شاف الفرقه ان هي فرقه يعني مش على مستوى عالي قوي وانها تخض يعني. نعم. فكان المفروض ان هو يلعب الناس اصحاب المهارات شويه، لان زي ما بقول لك اصحاب المهارات هيقدر يدور الكوره، تقدر الكوره تبقى في الرجل، مش انت مش محتاج مساحات عشان تلعب فيها، محتاج اولا الفرقه تبقى كومباكت، تبقى يعني ضغطه عشان تضيق المساحات، لان هنا في مشكله كبيره كمان في الترتان، وكلكم عارفين ان واحد على واحد دي كارثه طبعا. لازم اي حد هيترقص، فانت لازم تطلع كوحده واحده وترجع نفس القصه والمساحات ضيقه. ففي هي بس حته اسلام محارب ان انا يعني معترض عليها، وبعد كده هنتكلم بالتفصيل بقى هنتكلم بقى تفصيليا عن المباراه وما واللعيبه. خلينا نبدا بحضرتك يا كابتن ماهر. اعتقد ان محمد الشناوي ما لهوش يعني محمد الشناوي او شريف اكرامي ما فيهاش مشكله بالظبط 2-1 يعني بالظبط. انا شايف ان يعني بالنسبه لحصه المرمى الشناوي وشريف اكرامي بدون ثقه خلال المباراه الافريقيه. نعم. ويمكن بالتبادل بينه وبين شريف
انا شايف ان الجزئيه دي يعني بتطمن طبعا، لكن على الرغم يا كابتن كمان ان كان هناك بعض الاخطاء من محمد الشناوي يعني طبعا يعني كلنا معترفين بيها عشان بس ما بالظبط يعني يمكن اخطاء كمان ممكن تكون خارج الثلاث خشبات يعني يمكن خطا الاولاني في مباراه فيتا كلاب وهو خارج ناحيه الاوت كره زحلقت منه، لكن الهدف المنكس في الدقيقه 70 بالظبط اللي كان ممكن يغير نتيجه ده المباراه لواحد لواحد كان شكله عامل زي الوحش، وهو الشناوي عملها بشكل كبير جدا كراجل ليبرو ورا خط دفاعه صح. وبعدين توقع اسلام بشكل جيد، عشان كده انا بحييه طبعا، واحنا يمكن حتى اخترناه ممكن يكون رجل المباراه بالزبط. في هذه المباراه في المباراه اللي محمد هاني لو مسكنا خط الدفاع بقى مع حضرتك كمجمل كده محمد هاني بيمر مرحلة انتقالية بشكل كبير جدا، نضج من خلال المباراة الأفريقية ومباراة الدوري العام. محمد هاني بنقدر نعتمد عليه بشكل جيد في حتة الدفاع، ان هو بيتمركز صح، بيغطي صح، بيميل صح، كمان لما بينقل من الدفاع للهجوم بيقدر يساند الجبهة اللي معاه اذا كان رمضان صبحي او اسلام محارب، وبيقدر يعمل اوفرلاب او بيقدر يعمل اختراقات من على الاطراف مع الكروسات العرضيه اللي احنا محتاجينها في المباراه النهارده بشكل كبير. ياسر ابراهيم زي ما احنا قلنا في بدايه كلامي ان ياسر من قلبي الدفاع اللي احنا كنا محتاجين قلب الدفاع بقالنا فتره، عندنا مشاكل في الاصابات لضربه سعد سمير ويمكن نجيب ويمكن رحيل كولوبالي، فالنهارده كنا محتاجين حد في المكان ده نقدر نعتمد عليه خلال فتره قادمه يعني. بديل، وانا شايف ان بديل كفء ان شاء الله، بنتمنى التوفيق في هذه المباراه لان ياسر من اللعيبه اللي هتدينا ثقه بشكل كبير جدا. اسلام المكان ده مهم جدا ان احنا يبقى سد منيع لحراسه المرمى، يمكن كان في مشاكل قبل كده في حته التمركز وحته التغطيه والسرعات اللي كانت بتسبب لنا مشاكل، لكن انا شايف ان ياسر عنده المواصفات دي كقلب دفاع بسرعه وانقضاض ومتفاهمين، لان كمان ياسر لعب مع ايمن في سموحه وطبعا دي يمكن بتساعدهم بشكل كبير جدا ان يقدروا يعملوا نوع من التجانس مع بعض، وده مطلوب بالنسبه للاثنين. ايمن اشرف من اللعيبه اللي فعلا ثبتت وجودها مع النادي الاهلي بشكل كبير، وجوكر نقدر نعتمد عليه كقلب دفاع او باك ليفت. معلول بيمثل قوه دفاعيه بشكل كبير للنادي الاهلي، هو يمكن عنصر الخبره اللي بنقدر نعتمد عليه في هذا الخط، مع طبعا انطلاقاته الهجوميه وكورساته العرضيه اللي احنا بنشوفها المؤثره، بيعتبر من اخطر اللعيبه اللي بتيجي من تحت بدايه الهجمه من معلول. تمام كابتن شريف، عايزك تقول لي رايك برضو في عمرو السوليه وكريم نيدفيد، الاثنين هل الاثنين مناسبين لهذه المباراه وحضرتك شايفهم ازاي؟ هو كنا انا وحضرتك اتكلمنا المره اللي فاتت ان الاثنين بيلعبوا ناحيه اليمين، يعني نيدفيد ملوش في حته الشمال، انما هو راجل بيأدي يعني برضه عشان العدله بتاعته زي ايمن اشرف كده بيمين ناحيه الشمال، ياسر ابراهيم يقدر يظبط القاعده من ورا. نعم السرعات بقى اللي موجوده عند نيدفيد مش هنخلينا نحس باي فارق موجود. نعم. والباص اللي هو السليم اللي ما فيهوش ميز باص كتير ويقدر يغذي جدا جدا لازم تغذي اللعيب اللي قدامك اللي بينزل لك تقدر تعمل الوان تو معاه، ويقدر انطلاقات زي الجول اللي جبناه في وفاق الصيف اللي هو راح وليد سليمان فجاه راح مباغت الفيرويد الديفندر وعدى منه بكل سهوله حطها بشماله، فهيبقى في لمحات وفي خبرات موجوده من ماتشات هم لعبوها كلها. نعم. اعتقد ان كريم نيدفيد من الفتره اللي فاتت عنده من السرعات وعنده من الثقه دلوقتي انه يلعب متحرر، يعني حتى لو حصل اي حاجه في الماتش تقدر تلاقيه باك رايت، تقدر تلاقيها هاف رايت، يعني جوكر من الجواكر موجوده. مع حاله عمرو سوليه لو هو سيلف كونفيدنت موجود بقى واللياقه البدنيه نعم اللياقه البدنيه لما بتبقى مع عمرو سوليه اعتقد انها بتفرق معاه كتير قوي، وبتدي له فرص ان هو يهدد ويشوط ويبقى موجود في ال 18 كمان. تمام. حسب ظروف الماتش يا اسلام هتلاقي اللاعب بيتحرر النهارده وبيكيف نفسه في الملعب، يعني حسب الدنيا كلها، حسب ما الراجل هيشوف الماتش ده شكله ايه في اول ربع ساعه او نص ساعه او طبيعه اللعيبه بتلعب ازاي. هو انا اعتقد يا كابتن شريف ان هو اتفرج اكيد على الفرقه بدليل ان هو اختار مثلا اسلام محارب. ما حدش كان متوقع كلام الواقع غير غير ان انا اتفرج على فرقه الثوره يعني انت ما بتعرفش ايه اللي بيحصل في المباراه دي. انا لو اقسم لك لو ارض مشترتان انا كنت راهنت على النادي الاهلي بكل ما اوتيت يعني من قوه ان النهارده الخساره اللي خسرانها الثوره قبل كده 3-0 دي خادعه بالنسبه لنا. اللعب على ارضهم بالترتان
بالحكام بالدنيا كلها جبتهم بالجماهير. حاولوا يا جماعه تجيبوا لنا كريم برضو يقول لنا الاجواء الجماهيريه هناك عامله ازاي قبل بدايه المباراه. بتدي بوشنج للفرقه اللي بتلعبها انت خصوصا ان هو على ارضه بحيث ان هو في عرينه يعني الدنيا كلها معاه النهارده. فانت نعم. بتباغت وبتحرز الاهداف والكلام ده بتخلي تغيير الحكام حتى ينسلغ. ده فعلا نادي القرن, ده فعلا الفرقه دي موجوده, ده فعلا ما عنديش سكه معاهم. ناس بيلعب كوره على مستوى اللي هو انا قلت لك نفسي احش بالاختلاف النهارده في اول هاف تايم مع الفرقه دي مع رمضان بقى مع التناغم بعد الماتش اللي عملوه بتاع ليوبارد اللي احنا لعبناه الماتش اللي فات. نعم فيتا كلاب, فيتا كلاب, فيتا كلاب فرقه جامده جدا عملت لي تكوف بصراحه ان انا اكسبها وادي قدامها بهذا الشكل. سيبك من الطرد والكلام ده, دي فرقه بتلعب متحرره وبيلعبوا وعندهم فتنس. ما نفتكرش ان احنا هنقابل في المجموعه فرقه اقوى من كده على ما اعتقد يعني. فهي بس العامل الارض يا كابتن اسلام هو اللي هو اللي ضدك هو اللي معاك, لانك انت عندك لعيبه من الاربعه اللي قدام دول يقدروا يترجموا لك الماتش في اول 20 25 دقيقه في جهه تانية خالص, يسحب كل الضغط الجماهيري ويسحب كل التخيلات اللي هي ممكن تواكب فرقه الثوره ان هو يكون موجودين ويحققوا نتيجه ايجابيه. فباذن الله على حسب مارتن لاسارتي ما قال انا عايز ابقى نوك اوت يعني النهارده بدي الضربه واخد الست نقاط اللي انا ابتديت بيهم وببعد عن اول ماتش وببعد عن ببعد عن اي حاجه. عايز افكر بقى, عايز افكر بالاسلوب اللي كل ماتش هتلاقيه بيلعب بيه. وليا عندك واحده بس بعدين بقى نخش على حشيش حكايه الاثنين اللي بيلعبوا ورا لوحدهم دول هنبقى نتكلم فيه. طيب كابتن حشيش رمضان صبحي واسلام محارب وحسين الشحات بص احنا ووليد سليمان احنا طبعا كلنا مش مختلفين على حارس المرمى والاربعه الديفنس واثنين الديفندرات. نعم الاختلاف كله بقى جاي في المنطقه دي. مظبوط. التشكيل اللي جاي لي محطوط ان هو حسين شحات ناحيه اليمين, رمضان ناحيه الشمال, اسلام محارب في وسطيهم, وليد سليمان قدام. انا ما اعتقدش ان 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 الترتيبه ممكن تبقى كده. انا اعتقد ان يعني هل هو هيلعب برمضان صبحي كراس حربة؟ ما اعتقدش ابدا ان هو يخسره في الحته دي, لان رمضان عايز مساحه وعايز حاجه من على الاجنب عشان يقدر يعني بيجيد الحته دي. كذلك وليد سليمان الحته الكويسه اللي ممكن يكون عاملها هو حسين الشحات, اعتقد سايبه فري في الحته دي حر, هيطلع ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. نعم. او يكمل وهيعتمد على وليد سليمان ان هو يبقى شادو سترايك في الحته دي, ان هو ممكن ان هو ينزل لتحت شويه ويخلق يعني مسافات او مساحات لحسين الشحات ورمضان صبحي ان هم يخشوا من العمق. التفسير الوحيد ليا انا في الحته دي بتاع اسلام محارب لو لعبوا ناحيه شمال ناحيه معلول هو ان اسلام محارب بيجيد الناحيه الدفاعيه شويه, فممكن هو يكون معتمد على انطلاقات علي معلول في الحته دي, فعشان كده حاطط اسلام محارب ناحيه شمال. دي طبعا اللي احنا هنشوفها في الملعب, لان كل برضو احنا بنحلل وبنستنتج من الاسماء ومن التشكيل. حاسس كده ان هو باسلام محارب ده حشيش لاعب 4 3 2 1 اسلام ده بيميل شويه الحته ناحيه الشمال تقصد بينزل شويه السليه وهيسمح للعلاقه اللي هي بين المعلول و اللي هو تقصد ورمضان السليه في النص وعلى يمينه كريم وعلى شماله اسلام محارب ومن الامام من النص حسين الشحات ورمضان صبحي قدام وليد, وزي ما احنا متفقين وليد بيطلع وبينزل تمام وهيقدر كمان ممكن حسين الشحات كمان في لغه عظيمه شغاله دلوقتي مع محمد هاني, ده كارت كبير قوي زي معلول طبعا. فالسكه دي لو مشت سليمه النهارده ان شاء الله مش هنحس غير بامتيازات اسلام محارب. بس برضو انا يعني لسه مش قادر افسر برضو حته اسلام محارب اللي هو شكله ديفندر شويه, لان لو رمضان صبحي جه في الحته دي بقى هيقفلوا على بعض. بص حشيش المنطقه دي هتبقى مشكله اللي انا قلت لك عليها وبسقط لسنه بالظبط كده. المباراه السابقه يمكن لاسارتي طلع عنده شيء من الذكاء واضح قوي ان هو لما مروان اتعور ووليد اتعور في المكان ده هو بدا يدفع بوليد بالظبط, ووليد واخد على انه بيجي من تحت اسهل له. بس لقيناه كتير امام سنتر فيرود, لقيناه كتير النهارده سرح وراح النهارده بقى في خلق مساحه في المكان ده. وليد بينزل وبعدين بيطلع فيه كان ناصر ماهر لما كان موجود واخد بالك فاكر اسلام وبعدين بدا النهارده ناصر ماهر مش موجود, فالنهارده هيبقى نفس الجمله وليد يقدر ينزل وبعدين حسب اللي موجود رمضان حسين رمضان الإسلام. او حسين يقدروا يطلعوا كراس حرب وده تمام. نوع من التريك اللي الراجل لجأ ليه خلال ان هو ما عندوش راس حربه
صريح موجود. فهو شايف الحمد لله مركزيه، هو ساب الاربعه دول لهم مطلق الحريه في الاتجاه. حضرتك هنتكلم فيها بتفصيل اكتر، بس نطلع نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نتكلم بقى التفصيل اكتر عن هل الاهلي سيلعب بطريقه 4-3-2-1. هل من الممكن ان يغير لاسارتي طريقته في مثل هذه المباراه، خصوصا مثلا ان شبيبه الثوره الجزائري من الفرق اللي ما بتتغلبش على ارضها كتير. خدوا بال حضراتكم يعني خلال خسرانه 6 مباريات في الدوري ومتعادله 6 منهم مباراة. لا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا مباراتين فقط على ارض من مارس اللي فات ليهم رقم 58 مباراه على ملعبهم ما خسروهوش، رقم قياسي كبير وده هيديك انديكيشن عن كمان المسانده الجماهيريه الكبيره اللي ممكن تبقى المسانده الجماهيريه الكبيره اللي على الارض تفرق يعني معاهم السماء والارض يعني بالظبط. فعشان كده بقول لحضرتك ممكن جدا يغير طريقه اللعب، ده اللي هنتكلم فيه. ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع بقى نتكلم هل لاسارتي هيغير من طريقه لعبه ل 4-3-2-1 مثلا باسلام محارب و كريم نيدفيد وفي وسطهم عمرو السوليه، ولا سيظل طريقه اللعب كما هي؟ ده اللي هتشوفه مع كباتننا الكبار. ولكن نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا برضو نعرف ماذا يحدث في اسماعيليه عن طريق مراسلنا في قناه النادي الاهلي محمد توفيق، يقول لنا برضو نطمن الناس ونعرف ماذا يحدث في الاسماعيليه. محمد ازاي؟ اهلا وسهلا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك ومضيفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ماذا يحدث في اسماعيليه؟ مباراه الاسماعيلي والافريقي في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا، المباراه متوقفه منذ نصف ساعه. يمكن كان المساعد الثاني للحكم ناحيه جمهور الدرجه الثالثه وسط كان القى بعض الزجاجات ان هي الفارغه اعتراض على طاقم التحكيم. يمكن الشوط الاولاني الافريقي اتحسب له ضربتين جزاء في خلال 5 دقائق، ضربه الجزاء الاولى صحيحه لكن ضربه الجزاء الثانيه كانت من خارج منطقه الجزاء. في الشوط الثاني في نهايه الشوط الاول برضه كان الاسماعيلي له ضربه جزاء، يعني الجمهور شايف ان ضربه جزاء جت في ايد لاعب من الافريقي المدافعين، الحكم برضه ما حسبهاش. بعد كده بدات التغييرات في نهايه الشوط الثاني، لعيبه الافريقي كانت بتتكاسل شويه في الخروج من الملعب، فحصل احتكاك باحد لاعبي الافريقي وباهر المحمدي لاعب النادي الاسماعيلي، بيطالب الحكم ان اللاعب يخرج بسرعه، فالحكم ادى باهر المحمدي انذار. الجمهور بدا يعترض، يمكن حضرتك عارف وملم باخبار النادي الاسماعيلي، الجمهور يعني يمكن حاله اعتراض سواء على التحكيم او على شكل الفريق. الاسماعيلي سيء جدا النهارده في المباراه، كان ما قدمش الاداء، يعني لو طاقم التحكيم قلنا سيء بس الاسماعيلي كمان ما قدمش الاداء اللي يستاهل عليه المكسب النهارده. يمكن الجمهور يعني زي ما بنقول بيعترض على كل الاوضاع دي. الحكم برضه يعني بعض الشيء الحكم استعجل في وقت المباراه، المباراه واقفه بقى لها نص ساعه لغايه دلوقتي مش عارفين الحكم هل هيهدد المباراه، هل خايف من التواجد الجماهيري. هو محمد بعد اذنك هو الحكم عنف او حاجه، لكن لحد دلوقتي المباراه متوقفه بقى لها تقريبا 33 دقيقه، والحكم كان رفع المساعد او الحكم الرابع احتسب 7 دقائق وقت الضايع، ولغايه دلوقتي المباراه متوقفه. لم تكتمل ولم تنتهي. طيب لو في اي جديد يا محمد بعد اذنك تكلمنا برضو تقول لنا علشان نطمن الناس كلها ماذا يحدث في اسماعيليه، لانه في كلام كتير جدا. المباراه اتلغت، المباراه ما اتلغتش، الاسماعيلي مغلوب 2-1 ولسه حوالي 10 دقائق لسه ما خلصوش من الشوط الثاني، وبالتالي لسه في امكانيه. فلو في اي حاجه برضو عايزينك تكلمنا، يعني احنا بنحاول نضع حضراتكم امام ما يحدث في اسماعيليه في مباراه النادي الاسماعيلي ونادي الافريقي التونسي، في مباراه كانت بدايتها النادي الاسماعيلي قدر يحرز هدف، وزي ما حضراتكم سمعتوا احتسب ضربتين جزاء على النادي الاسماعيلي، في واحده منهم صحيحه والثانيه خطا، وبالتالي يعني سخنت الامور شويه. كابتن شريف كابتن يعني كابتن محمد، الحكم هيبقى يعني ضد اصحاب الارض يعني بالشكل ده ولا غلطات يعني ممكن ما يكونش مقصوده يعني ناس يعني انما مش معقوله يعني ان هو يبقى متعند يعني. يا ريت عشان في تطورات. خلينا ناخد محمد توفيق، اتفضل يا محمد. اهلا بيك مره ثانيه كابتن اسلام. يمكن في اللحظات اللي حضرتك بتكلمني فيها دي دلوقتي حالا الحكم قام بالغاء المباراه بشكل نهائي، ولاعيبه الفريقين دخلوا غرف ملابسهم وهو في انتظار بقى قرارات الاتحاد الافريقي. يمكن المباراه انتهت على ارض الواقع 2-1 للافريقي، لكن اعتقد ان المباراه اكيد طبعا هيتم حسابها لصالح الافريقي وبقى فيها خطوات مغلطه على النادي الاسماعيلي الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا يا محمد. مشكلة. يعني لا بس مشكله يعني مشكله ان مباراه ولم تكتمل وجمهور اكيد في تطور حصل من الجمهور عشان كده الحكم لغى يعني، لان اللعيبه هتلعب يعني، انما حاجه تطور من لا خلاص الحكم لغى المباراه. لغى. طيب يعني هناك عقوبات على نادي الاسماعيلي في تطور حصل من الجمهور، حاجات طبعا حصلت
احنا طبعا ما كناش نحب حاجه زي دي تحصل. هيكتبوا تقرير كمان وخصوصا ان احنا داخلين برضه على الامم الافريقيه يعني، فما نحبش ان الصوره دي تتنقل يعني. يعني واضح ان هيبقى في تقرير للحكم. حاجه غريبه جدا. انا برضو يعني نقطه بالنسبه لي جمهور نادي الاسماعيلي يا اسلام طبعا. نعم اكيد بقول لك هيبقى اكيد في قرار من طبعاً. من الحكم ومراقب المباراه اكيد هيبقى مش في صالح نادي الاسماعيلي. فانا اتمنى انت مش في صالح نادي الاسماعيلي كمان، انت كده خسران ماتشين في اول الماتشات المجموعه بتاعتك بالزبط. ممكن تتحرم انك تلعب على ارضك تاني كمان، فهتبقى بتصعب على نفسك المشكله يعني، هتصعب على نفسك تاني. لا وغير يعني كده وكده يعني احنا بنتكلم في تنظيم كاس الامم الافريقيه كمان اربع خمس شهور وكذا وكذا وكذا. برضه بعض من الجمهور بيضع بعض من الجمهور او قله من الجمهور بتضع المنظمين لبطوله الامم الافريقيه هنا في مصر في موقف صعب وحرج، لانه من يومين ثلاثه فوزنا او من اسبوع 10 ايام فوزنا بتنظيم كاس الامم الافريقيه، يحصل حاجه زي دي طبعا الله اعلم برضو ايه اللي بيحصل. احنا بنتمنى كمان انها ما تتطورش اكتر من كده بقى. لا يعني اتمنى اتمنى ان الجمهور الاسماعيلي، واحنا بنناشدكم من قناه النادي الاهلي اشقاء توانسه يعني اخرى في الاخر التوانسه هم اللعيبه حركات مستفزه ليهم كذا معلش، بس انا متهيألي اللعيبه ما لهاش دور التوانسه في القصه دي. لا لا خالص، هو الشكل هو الاعتراض كان على الحكم واضح، التحكيم هو سبب. نتمنى ان الموضوع ده ينتهي، نتمنى ان الموضوع ده ينتهي، لانه كل ده في وش مصر كلها مش في وش النادي الاسماعيلي. ممكن النادي الاسماعيلي يتم عقابه، ولكن مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في اطار ان احنا داخلين على بطوله كاس الامم الافريقيه. يعني نتمنى ان الموضوع ده ينتهي، ولكن في النهايه الماتش تم الغائه ولم تكتمل العشر دقائق الاخيره من عمر المباراه لصالح النادي النادي الاسماعيلي، مهزوم 2-1 للنادي الافريقي التونسي، ولم تكتمل المباراه والحكم الغى المباراه قبل نهايتها ب 10 دقائق. كانت الدقيقه 90 وهو ادى، او الدقيقه انا اسف 87 88 وهو ادى 7 دقائق وقت ضايع، وفي اللحظه دي تم الغاء المباراه تماما. نرجع بقى تاني لماتش النادي الاهلي و نادي شباب الثورة الجزائري. كابتن ماهر، احنا كنا بنتكلم هل مارتن لاسارتي من الممكن ان يكون غير طريقة اللعب ل 4-3-2-1، ولا صعب ان هو يغيرها في ظل اسبوع؟ بص يا اسلام، انت عشان تغير طريقة اللعب فنيا انت بتحتاج وقت. نعم. يعني توقف دوري في اسبوع 10 ايام 15 يوم، من خلالها تقدر تشوف الطريقة المناسبة اللي انت هتقدر، لو الطريقه اللي انت شغال بيها حاسس انها مش ايجابيه. لو ايجابيه هتضطر انك انت تحافظ عليها بشكل كبير. وانا شايف ان مستر لاسارتي مش هيقدر يلعب في طريقه اللعب خلال الفتره القادمه، لان خصوصا ان انت كل 3 ايام 4 ايام مباراه. فصعب جدا ان المدير الفني يقدر يغير الطريقه، لكن هو هيستمر على الطريقه اللي اتعودت عليها لعيبه النادي الاهلي اللي نهت بيها يمكن حتى المباراتين اللي فاتوا، وهي طريقه 4-2-3-1. وانا شايف ان احنا ناجحين فيها بشكل كبير جدا يا اسلام. نعم. لان تكوينه اللعيبه اللي موجوده عندك تقدر تقوم بالمهمه دي وتقدر تقوم بالطريقه. شايف ان رايك ان هو لن يغير. لن يغير. هو اسلام هيبقى يعني في الامام. انا اقصد كريم نيدفيد وعمرو السوليه اثنين ديفندرين بالظبط، ومن امامهم ثلاثي رمضان واسلام وحسين الشحات ووليد سليمان في الامام بالظبط. واحنا اتكلمنا على التمركز، ممكن يبتدي بشكل راس حربه، لكن من خلال الجيم او من خلال الدقايق الاولى تلاقي فيه لا مركزيه، لان لعبتنا متعودين على كده، تلاقي رمضان داخل مكان اسلام محارب عمل شيفت بينه وبينه، حسين الشحات رقم 9 أو 8.5 تحت راس الحربه، وليد بيحب ينزل اللي هو كمان يبقى صانع العاب، وليد من اللعيبه اللي بتحب تنزل تسلم الكوره بشكل كبير عشان ياخد ثقه ويدي لعيبته ثقه، يعتبر وليد هو البلاي ميكر الوحيد اللي موجود في الرباعي الموجود في الخط الامامي. حسين الشحات برضك عنده المهاره اللي فيها التسليم والتسلم، زي ما حدش قال الترتان محتاج كده يعني. احنا الترتان النهارده يا اسلام ارضيه الملعب محتاجه العناصر دي المهاريه. كل ما يبقى عندك مهاره بشكل كبير جدا خصوصا في الحته الاماميه، يبقى انت عندك فرص في حته الكثافه العدديه، تقدر انك انت تخترق دفاع الثوره الجزائري، تقدر انك انت كمان تنول بهدف. انا شايف ان رمضان صبحي عنده المهاره دي، حسين الشحات عنده المهاره دي، اسلام محارب ووليد سليمان عندهم مهاره الاختراق، ودي مطلوبه يا اسلام في الثلث الهجومي بالذات واحنا بنهاجم. نعم. يبقى انت عندك اكتر من لاعب عنده اختراق فردي، اختراق من العمق، دبل باص، حتى كرات الثابته اللي ممكن نقدر نخترق من خلالها. فالنهارده
انا شايف ان التركيبه اللي موجود عليها النادي الاهلي كلها تركيبه فيها نوع من الحيويه، نوع من النشاط، نوع من الالتحام. بتلعب بره ملعبك، فانت النهارده عامل تنظيم دفاعي بشكل جيد ان شاء الله، ولما بتتنقل للهجوم ان شاء الله تقدر تخترق بشكل كبير جدا. تمام. بالعناصر اللي انا اتكلمت عليها اللي موجوده في كابتن شريف، 4 3 2 1 و 4 3 2 1 ولا 4 2 3 1؟ لا هو 4 2 3 1 اللي هو شغال فيه، بس هو اصلا مش قادر يغير الشكل ده لانه ما عندوش فيرود اصلا، ما عندناش فراوده. فهو هو الشكل هيبقى كده شريف، هو الشكل هيبقى كده، انما هم هيلعبوا ازاي هتختلف يعني هو عنده اثنين قدام تدوير الكوره ازاي في الملعب، اللعيبه هي اللي هتبقى متحكمه في هذا الشكل. انت عندك رمضان ووليد وحسين هيغيروا الشكل كل تماما. لا مش خد بال حضرتك يا كابتن حشيش، حضرتك بتتكلم ومعانا كابتن شريف برده وكابتن ماهر طبعا. 4-2 يبقى الاثنين اللي واقفين هيبقى كريم والسوليه، مظبوط؟ بس مش ثوابت دول برده. لا ثوابت دول هيبقوا ثوابت. هيبقى في واحد ياخد خطوتين ثلاثه قدام واحد ثوابت، لانه هيعتمد على محمد هاني ومعلول. انا ثوابت مش عايز اشوف شوطه واحده بتتشط عليا النهارده في الارض دي. طبعا انما انا اشوط انا بقى هناك كده. انا يعني بقول لازم انا يبقى عندي ثقه في نفسي ان انا لو الدنيا لقيتها. لا كابتن انا عايز احضر برضو. انا عايز اوصل حضرتك لايه؟ ان انا في 4-2 دول هيبقوا ثوابت، هو ندفد والسوليه هيبقوا الاثنين واقفين، لكن 4-1 اللي هو هيبقى السوليه وهيبقى على يمينه كريم ندفد، على يمينه كريم ندفد وعلى شماله اسلام محارب. ده هيبقى على شماله ناصر اسلام محارب. اسلام محارب صحيح. رمضان صبحي ولا اسلام محارب؟ يبقى اربعه. هتلاقي رمضان صبحي رح نازل المباراه من هناك. هتلاقي رمضان صبحي رح نازل. هنرجع نتكلم فيها تاني، ولكن خلينا ناخد اجواء المباراه من كريم احمد مراسلنا في قناه النادي الاهلي في الجزائر، يقول لنا برضو ماذا يحدث في ما قبل المباراه بتقريبا حوالي تلت ساعه. يا كريم ازيك، ويعني ان شاء الله تبقى بدايه جيده النهارده في النادي الاهلي في اول مباراه خارج مصر. بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. باذن الله ان شاء الله تكون بدايه موفقه للنادي الاهلي. النادي الاهلي حقق فوز مهم جدا في المباراه الاولى زي ما تابعناها امام فيتا كلوب النهارده. يمكن المباراه مختلفه بشكل كبير، نجيل صناعي، جو فيه بروده شديده، غيابات، اصابات كثيره جدا، لكن كان واضح بشكل كبير جدا في المعسكر فريق النادي الاهلي سواء في العاصمه او هنا في ولايه بشار تركيز كبير جدا، والحديث كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن يوسف مع اللاعبين، وعلى طول يمكن بيبقى في تجديد جوهر بشكل مستمر. اللعيبه كمان مركزه بشكل كبير، بان قوي في التمرين امبارح من مارتن كان ليه تحذير كبير للعيبه، لابد من احراز كاف اي فرصه تكون متواجده امام الفريق، لابد احراز هدف. مش معنى ان انت قدرت ان انت تحرز هدف مش في المباراه دي بس، الراجل كان بيتكلم بشكل عام وكان بيحاول ان هو يقول للعيبه الكوره هتيجي هتيجي، لازم تبقى واقف كويس، لازم تبقى متمركز كويس، تشتغل على الاعصاب بشكل كريم. بس لا انا عايز اسالك عن اجواء المباراه، انت دلوقتي في الملعب مظبوط؟ تمام. ايه الاجواء؟ هل في جمهور كتير؟ الدنيا عامله ازاي؟ هل في ناحيه عدائيه شويه ولا الامور كويسه؟ يعني احكي لنا اجواء المباراه. لا يمكن اجواء المباراه جمهور كبير جدا يا كابتن اسلام، متواجد في ملعب 20 اغسطس في الاستاد للمباراه النهارده، ممتلئ على الاخر المدرج، في برود زي ما قلنا لارضيه الملعب كويسه. يمكن اللعيبه سالناها بشكل مباشر ارضيه الملعب بالجيل الصناعي وافي او عادي، قال لا يمكن الارض كويسه، لكن بشكل عام حضور الجماهير كان متواجد قبل انطلاق المباراه باكثر من ثلاث ساعات. نعم. المدرج ممتلئ على اخره، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه بنصيب النادي الاهلي. حصلت اي مضايقات للاعيبه النادي الاهلي؟ حصلت اي ترحاب؟ يعني قول لنا برضو الاجواء، يعني ايه اللي حصل اثناء دخول لاعيبه النادي الاهلي؟ الحقيقه ترحاب كبير جدا من المسؤولي سواء نادي شبيبه الثوره هنا، يمكن حليلي مامون ده رئيس مجلس الاداره، مالك النادي محمد الزرواتي ده يمكن استقبلونا بشكل مميز جدا. التامين كمان النهارده كان مميز بالنسبه لي للنادي الاهلي، فندق الاقامه حتى الوصول هنا للاستاد. الامور ان شاء الله كلها كانت في الاستاد صب فصاحه النادي الاهلي، ونعود من الجزائر بثلاث صفات مهمين جدا. كريم عايزك برضو تقول لي يعني عدد الجمهور يقترب من كام تقريبا سعه الاستاد يعني؟ معلش يا كابتن اسلام هيعيد السؤال ثاني عشان ما اسمعش كويس. عدد الجمهور يعني سعه الاستاد كام؟ هو الاستاد بيطلع من 15000 ل 18000، من الواضح ان الاستاد بالفعل 17000 او 18000 متواجدين بالكامل، مفيش مدرج فاضي غير المدرج الخاص ببعثه النادي الاهلي او الاعلاميين المتواجدين، بجانب كمان ان في بعض الجزائريين متواجدين معانا. المدرج ممتلئ على اخر كابتن اسلام، 18000 مشجع نادي شبيبه الثوره متواجدين في المدرج. الفريق نزل سخن وخلص تسخينه ولا لسه؟
لا حتى هذه اللحظه النادي الاهلي بيجري الاحماء بتاعه، وايضا شباب الثوره خلاص يمكن فاضل ثلاث دقائق، شايف انا المراقب بيقول لهم خلاص انتهى الاحماء، يعني خلاص ده قائد بسيطه جدا والكل يدخل الى الغرفه والعوده ان شاء الله على انطلاق المباراه كابتن اسلام. هل في مطر في السماء ولا الدنيا تمام الامور كويسه؟ لا تمام يعني الحمد لله، كنا بنتمنى ان الجو يبقى معايا النهارده لان البروده كان واضح ان ممكن يبقى في مطر، لكن الجو حتى هذه اللحظه مش امطار، هي بروده بس في الملعب، وان شاء الله باذن الله تبقى ايجابيه للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كريم على كل هذا المجهود الدائم الحقيقه دايما، كريم احمد مراسلنا من ملعب المباراه، مجهود الحقيقه دايما موجود كريم ودايما بيقول لنا ماذا يحدث في المباراه. كابتن شريف 2-1 و4-2-3-1 انت كنا بنتكلم على ان 4-3 دي هيبقى 2 واقفين عمرو السوليه، لا 4-3 عمرو السوليه، وعلى يمينه هيبقى كريم وعلى شماله هيبقى اسلام محارب، اسلام محارب. ومن امامهم حسين و رمضان رمضان، وفي الامام وليد سليمان، ولكن كده هتبقى الامور كلها ما هو في كتير. انا عايز اقول لك على حاجه، هي التدويره هتبان من اول 10 دقائق. اللعيبه هتتاقلم نفسها ازاي وهتعمل التعليمات شفاهه، ممكن تلاقي رمضان هو اللي ناحيه الشمال وبينزل جنب علي معلول، وعلي معلول بيطلع على حسب تدويره الملعب والشغل شغال ازاي. انما لو في جمل حصلت وان تو وطلعنا وعملنا عرضيات من الشمال واليمين، انت هتلعب سيستم طبيعي جدا، بل بالعكس يا كابتن اسلام هتلاقي الاثنين اللي انت بتقول عليهم ثوابت دول بقوا في نص ملعبك انت سابورت وقاعدين معظمين مع فرقتهم على اساس ان اي كره بتنزل يقدر يطلعها تاني على الاطراف ويقدر يبني هجمه جديده دي. تمام كابتن حشيش، 4-3-2 ولا 4-2-3-1 طبعا عشان الناس بتقولش ان احنا بالظبط. انا بقول ان هو هيلعب نفس الطريقه العاديه 4-2 هيلعب عمرو السوليه وندفد وانا برضو بص، موضوع اسلام محارب هو اللي عامل لي اللخبطه كلها، مش عارف والله انت اللي لخبطتنا. لا هو اللي انا ولا يفرق معانا يا اسلام محارب، انت ملخبطنا من ساعه ما جبت اسم الراجل، هيبقى مستكتر عليه الماتش ده انت. لا لا خالص، لا بالعكس، لا هو انسان مجتهد لعيب كويس، بس يعني هو اللي هيجيب جول النهارده وجوده في الحته دي. اصل انا متخوف من حته ان رمضان هو اللي يبقى راس حربه، انا حاسس ان هو هيكسرنا الراجل ده، يا ريت يا رب اي حد يكسرنا. هيجيب كام جون اسلام؟ هو واحد كفايه علينا منه. انا متخوف اتفضل متخوف من بس حته رمضان ان هو يبقى في حضن السرد باكات او المساكين، هتبقى فقط يعني جزء كبير قوي من امكانيات رمضان انه يلعب في المساحات وناحيه الشمال. اللي هيلاعب رمضان علي معلول، خد بالك هتبقى علي معلول هو اللي هيلاعب. صعب ان رمضان يبدا كراس حربه يعني صعب جدا جدا يعني، لكن رمضان هيبدا على الطرف هو يعمل اي حاجه، وخايف ان هو كابتن عايز رمضان كده بس هو دي خطوره رمضان، وانا معاه في الحته دي بصراحه. فعشان كده انا بقول لك انا متخوف ان يبقى هو تجرأ في فيتا كلاب، تجرأ يعني. انت عارف الشيخ المشكله ايه؟ داخل لغايه خط السته بالكوره، يعني من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. المشكله ان هو زي ما انت بتقول يروح في حتته الطبيعيه ناحيه الشمال ويبقى معاه اسلام محارب. تمام، هي الحته دي اللي يقدر يضرب اي خط الراجل. عايز اقول ان المكسب النهارده ان شاء الله باذن الله انا متوقع ان هو يبقى من الكور الثابته، لان الكور الثابته على الترسان برضه يا كابتن ماهر بالظبط تفرق جامد قوي. الكور الثابته برافو عليك، صح كده. الحاجات اللي على ال 18 دي اللي هتشاط عندك عندك كمان مجيدين للموضوع ده وليد سليمان، وعندك حسين شحات بيشوف كويس قوي الفاولات اللي من بره، فاعتقد كذلك برضه الكور الثابته اللي من على الجناب، لان لو واحد طلع وحط بدماغه في الارض جون مش هيلحق، الكرة هتنط وتدخل مرمى يعني. طيب خلينا نروح نتكلم عن تشكيل شبيبة الثورة الجزائري. عبد الرؤوف نتاج ده الحارس اللي راجع من الوقف او من الايقاف، هيلعب النهارده في عبد الرؤوف نتاش، وناصر الدين خوالد اللي هو الباك رايت رقم 20، وكوناتاني الحاجي رقم 29، وفتح طالح رقم 15، والخليل بكاكشي زي ما حضراتكم شايفين، وثلاثي في وسط الملعب بوشيبا وابراهيم فرحي ومسالة مرباح، وثلاثي امامي حمار زياري ويحيى شريف ومحمد امين حاميه. ده تشكيل فريق شبيبه الثوره الجزائري زي ما حضراتكم شفتوا، يعني تقريبا التشكيل هو نفس التشكيل اللي كان بيلعب بي في المباراة السابقة، وما عندوش الحقيقة يعني تغيرات كثيرة، أو ما عندوش لعيبة كثيرة، يعني هو برضو في المباراة السابقة نصر الدين خوالد وفتح طالح وعماد الدين بوبكر وإبراهيم الخليل، إبراهيم كلهم موجودين ما عدا عماد الدين بوبكر حطه بره ولعب فاتح طالح. أما في خط الوسط فيونس كل خير مش موجود، لكن إبراهيم فرحي ومسالة مرباح
ده الاثنين موجودين، حط بدال يونس بوشيبا. واللعيب بتاع السودان مين؟ لومبنجو ده؟ توماس ما لعبش. ما بدأش. يمكن من هو زي ما بقول لحضرتك والثلاثي الهجومي حاطط محمد الأمين حمية ده موجود من المباراة السابقة، ويحيى شريف ده جديد، وحمار زايدي ده موجود برضو من المباراة السابقة. ثلاث تغييرات برضو عملهم المدير الفني لشبيبة الثورة الجزائري. كابتن شريف برضو أو كابتن ماهر، قول لي رأي حضرتك في هذا التشكيل للمدرب الجزائري لشبيبة الثورة. واضح واضح طبعا أن في تحدي مدرب الجزائري، وهو من مدربين طبعا كابتن نبيل من مدربين الجزائريين اللي عندهم تاريخ كبير جدا مع الدوري الجزائري، وحتى يمكن عنده أرقام في دوري الأبطال، يمكن لعب 3 مباريات فاز في مباراة واحدة، خسر مباراتين، سجل هدفين، استقبل 4 أهداف. أرقام في الدوري الجزائري كمان عنده، يمكن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 خسر في 6، سجل 29 هدف واستقبل 14. لو هتبص هتلاقي كابتن إسلام إن هما بيجيبوا أهداف وبيدخل فيهم بردك أهداف. والنهارده هو يمكن اتكلم كابتن نبيل، اتكلم على ان ده عيد بالنسبه للكره الجزائريه، ان هو بيقابل بطل القرن وبطل افريقيا. خد بالك انا بقلق بقى من الكلام ده. الناس اللي بتيجي تقول لك ان احنا هنكسب الاهلي وهنعمل الاهلي، انا معاك حضرتك، عارف بالظبط انا معاك. هو بيحاول ان هو طبعا، ودي حقيقه يعني، هو بيتكلم على تاريخ النادي الاهلي حقيقي، لكن دي حقيقه في نفس الوقت. صحيح. هو جواه بقى طبعا عنده الحافز وعنده الدوافع وعنده الإصرار أنه يكسب النادي الأهلي. حتى يمكن بالنسبة للجماهير الجزائري الثورة الجزائري بيقولوا أن ده عيد بالنسبة لنا، أن احنا أول ما طلعنا من 12 سنة كنا نتمنى النادي الأهلي، فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى لبلهم الدعوة ديت أنه هيقابل النادي الأهلي وعلى ملعبه. عشان كده يمكن النهاردة المباراة فيها 17,000 متفرج جزائري بيساندوا بشكل كبير جدا فرقتهم. هما مش هيبصوا للنتيجه، الخساره اللي مع سيمبا التنزاني بثلاث اهداف دي يمكن نتيجه كبيره بالنسبه لهم، لكن النهارده هم عندهم الدوافع وعندهم الاصرار، عندهم جمهورهم، عايزين يعملوا حاجه قدام النادي الاهلي اللي هم بيتمنوا انهم يظهروا بشكل جيد قدامه. هو يمكن واقعي جدا، عنده خبرات الكابتن نبيل، لعب بتشكيله فيها ثبات، بعض التغييرات يمكن زي ما شفنا يمكن حراسه المرمى ثلاث تغييرات اربع تغييرات، فواقعي بالنسبه للتغييرات. النهارده بيلعب ب 4-3-3. احنا شفنا بعض اللقطات لفرقه الثوره الجزائري، ارضيه الملعب بترتان، بيحتم عليك يا كابتن اسلام انك تبدا الهجمه من تحت اللي فيها التسليم والتسلم، وهم بيمتازوا فيها بشكل كبير جدا، التحرك في نص ملعبهم بشكل جيد. لكن لما بيخشوا نص ملعب النادي الاهلي هنا بيبقى فيه صعوبه، يعني ابو خريجه بيجي لنا يعني اللي حضرتك بتتكلم عنها بالزبط. بقى يعني بيقدروا يخترقوا من على الاطراف، عشان يبقى كلام الكابتن ماهر يعني قدام الشاشه بقى. يعني خلاص هم بينقلوا بقى في نص ملعب الخصم تملي على الاطراف، يعني هم بيجيدوا يعملوا نوع من المسانده والمساعده من على الاطراف، وبعدين بيستغلوا الكرات العرضيه اللي هي في خلف المدافعين او التصويبات اللي خارج ال 18. ويمكن حشيش كمان قال ان الترتان ده محتاج تصويب، محتاج كرات ثابته عشان نقدر نخترق فيها بشكل جيد. لكن احنا شايفين اهو عندهم كثافه عدديه برضه كمان، يمكن في معظم مبارياتهم بيزيدوا بعدد اكتر من 2 و3، ويمكن بيجيدوا بردك العاب بيلعبوا ثلاثة قدام والثلاثه موجودين في كل الهجمات كابتن اسلام، اذا كانت على الاطراف او بالعمق بتلاقي اكتر من 3 لعيبه موجودين داخل ال 18 يعني يعملوا العرضيه من بعد نص الملعب بالظبط. فاحنا محتاجين من دفاع النادي الاهلي وهو بيرجع ندافع بشكل جيد، ازاي ان احنا نراقب الناس دي ونمنع اي حد فيهم انه يقدر يعمل كره عرضيه او يصوب على المرمى النادي الاهلي. تمام. كابتن شريف شايف ان احنا نقدر نكسب الفريق ده؟ انا اقدر اقف في ظل اللي حضرتك سمعته من كريم بقى جمهور، اقدر اتخيل اي سيناريو غير ان النادي الاهلي هو الاقوى، يعني هو اللعيبه اللي موجوده هي الخبره، هي اللي تقدر تفوز بهذه المباراه وما تضيعش فرصه المباراه الحقيقه. نعم. اي نعم، احنا زي ما انت قلت مش عايزين ننخدع بان هم تغلبوا، بس هو في جماهير الجزائر اجريسيف جدا، بتشحن شحن معنوي كبير قوي لاي لعيب بيبقى موجود. بس هذا الشكل يا كابتن اسلام اللي انا شفته على
البطء اللي موجود في هذا الفريق اعتقد ان سرعتك انت تقدر تتوجك في هذه المباراه. الحقيقة اهم ما يعني مش اهم ما يميزهم الميزه السلبيه او العيب السلبي اللي فيهم البطء. هو البطء في وهم بيلعبوا ساعات بيطلعوا على ده لو سمحت لهم زي الفرقه اللي كانت بيلعبوها دي. بس خلي بالك لو هم لعبوا صح على الاوفسايد هيفضلوا ضاغطينك على طول طبعا تبقى مشكله كبيره. ماشي يعملوا زي ما هم عايزين بس انت هم عندهم لسه انت عندك سرعات اكتر عندك فكر اكتر عندك ترجمه لاي كونتر اتاك بالنسبه لك عندك حافز كبير قوي من كل لاعب موجود في الملعب انه لازم يعمل حاجه انه لازم التوجيهات والتعليمات اللي حصلت من لاسارتي واللجنه الفنيه كلها والتدعيمات بتاعت مجلس الاداره كلها بتتصب في مباراه النهارده. عايزين نشوف شكل بقى مختلف. عايز انا بقى قاعد احنا الاربعه بنتفرج شايفين حاجه جديده هو ده في طفره حتى مع صعوبه الملعب والجماهير. بص يا اسلام انا يعني لو هنيجي نقارن بين الفرقتين طبعا كفه النادي الاهلي هي الرقعه يعني انما هو في حتتين النهارده ممكن بس هم اللي قلقوا. اول حاجه الجمهور الكبير جدا جمهور الجزائر والملعب هي وصلت بينا في يوم من الايام ان احنا نقول الجمهور طبعا طبعا لاعب قدام الصيف يا راجل طبعا بس احنا بقالنا كتير برضو انا بفكر في ما بنلعبش ضد الجمهور احنا احنا هنا غير كده كمان ربنا احنا هنا غير كده كمان العامل الثالث ان انت الفرقه دي لو هنقيمها وهي بتقيم هي عموما بتقيم نفسها انها اقل فرقه في المجموعه بعد النادي الاهلي وفيتا كلوب وسيمبا يعني هو ما عندوش يعني الطموحات ان هو يكمل يعني هو عارف ان هو تعادل يبقى حلو قوي هو عارف انه موجود ومشترك في البطوله دوري المجموعات بيلعب الاهلي فهو عنده فرصه كبيره جدا النهارده ان هو ما عندهوش الضغط الجامد او يطلع 25 دقيقه يلعب يعمل فيها كل الامكانيات اللي عنده وبعد كده مش هتلاقي بالظبط كده وتلاقي اللعيبه عايزه تعمل كل حاجه في الكوره عايزه تظهر قدام بطل القرن بقى بطل القرن ان انت فرقه كبيره وعايزه ولها اسم لعيبه مغموره حتى شوف الانتقالات بتاعتهم سواء ان او اوت كلها الانديه في الداخل وجايبين من هلال السودان يعني عارف ازاي فاكيد لهم طموحات انه بيلعب النادي الاهلي برضه ممكن يسوق نفسه ويعمل شكل كويس قدام يعني يمكن هو لو عمل النهارده ماتش كويس قدام النادي الاهلي يمكن هو ده اللي يبقى هديه للجمهور بتاعه في دوري المجموعات بالظبط واخد بالك ازاي فهي الصعوبه جايه من هنا في المقابل بقى النادي الاهلي لو داس على الفرقه دي من البدايه وجاب جون ان شاء الله مبكر هتلاقي اللعب بقى مع التدوير مع الاستحواذ مع الكلام ده الهدف المبكر يا كابتن ماهر هيفرق كتير مهم جدا اول ربع ساعه الضغط الامامي بالنسبه لنا يفرق بشكل كبير جدا وعايز اقول لك حاجه اسلام ان الجمهور ده هيدينا حافز كمان هيدينا حماس اكتر لان احنا كمان بنحب نلعب قدام جمهور بالعدد ده اللقطات دي بتالي يمكن 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 فرقه الجزائر او جمهور الجزائر لقطات من التدريب بتاع النادي الاهلي الاخيره عندهم دوافع كثيره جدا بيشجعوا فرقتهم بشكل كبير يهمهم جدا النهارده الدوافع دي يقدروا يستغلوها من بدايه المباراه كابتن اسلام لكن هم عارفين ان هم بيلعبوا فرقه عندها خبرات النادي الاهلي بصفقاته الجديده زي ما اتفقنا قلنا اول ربع ساعه مهم جدا النادي الاهلي ان هو يضغط على فرقه الثوره الجزائري وخلال الضغط ده ان احنا نقدر نستحوذ ونقدر نجيب هدف هيفرق معانا بشكل كبير جدا في ثقه اللاعبين وثقه الاداء على مدار ال 90 دقيقه. تمام كابتن شريف تتوقع النتيجه كم كان؟ اتوقع ان احنا لو استغلنا زي ما قالوا الكباتن حضرتك الثوابت يبقى 3-1 ان شاء الله. كابتن حشيش ان شاء الله يعني 2-0 ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. كابتن ماهر انا شايف 2-0 ان شاء الله باذن الله. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه لان النادي الاهلي من وجهه نظري سيصبح الممثل الوحيد لكره القدم المصريه في بطوله الدوري دوري ابطال افريقيا لان ما حدث اليوم في الاسماعيليه اعتقد ان هو هيبقى عليه عقوبات كبيره جدا. انا مش عايز اقول استبعاده مش استبعاده والكلام اللي مكتوب ده كله لانه ما لحقوش يعني يجتمعوا ويستبعدوا ولكن حسب اللائحه قد تكون هناك عقوبات قاسيه لائحه القديمه نقل المباريات من ارض طيب كويس جدا يعني ده خبر كويس ان هو لو تيجي على نقل المباريات يبقى يا ريت لان يعني مهم عايزين نشوف ان شاء الله نادي الاهلي النهارده وبياخد 3 نقاط لان 3 نقاط مهمة جدا 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 لصدارة هذه المجموعة مبكرا والالتفات بقى للمباراتين 3 إن شاء الله اللي فاضلين في الدوري العام لغاية لما ترجع لأفريقيا مرة أخرى. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة إن شاء الله. عندنا بعد المباراة كل كواليس ما حدث أثناء المباراة وما قبل المباراة وهنحاول نجيب لحضراتكم إن شاء الله ما يحدث بعد المباراة
من لاعيبه النادي الاهلي هيكونوا معايا ان شاء الله، وهيكون احد المسؤولين اللي موجودين هناك معانا ان شاء الله. ربنا يكرمنا ونكسب وتبقى حلقه مهمه في ملعب الاهلي. هنطلع نشوف تقرير عن اهم مواجهات النادي الاهلي في ضد الانديه الجزائريه، وبعد هذا التقرير هننتقل لفاصل بقى، وبعد الفاصل هنروح نشوف مباراه اخرى الجزائر الجزائر، وبعدين نرجع لحضراتكم بعد المباراه نحلل بقى ماذا حدث في اثناء المباراه. وانتظرونا، عندنا مفاجآت كثيره جدا جدا بعد المباراه. هسيبكم دلوقتي مع هذا التقرير ونتقابل ما بعد المباراه، وان شاء الله نهني بعض في نهايه هذه المباراه. اشوفكم بعد المباراه.